بداية قوية وفوز مستحق للنادي الأهلي على النادي الإسماعيلي 1-0 بهدف من توقيع شادي حسين. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق للنادي الأهلي. فوز مطلوب. كابتن أيمن. ها؟ فوز مطلوب. لا فوز مطلوب و حقيقة ترجمة كمان لروح كبيرة قوي. صحيح. يجوز الأداء المتميز اللي احنا بنتمناه مش مكتمل، ولكن كنا بنتكلم في اول هاف تايم ان احنا محتاجين في الضغط اللي احنا عاملينه على نادي اسماعيل النهارده والسرعه والحيويه اللي موجوده لترجمه اهداف بقى. ومجهود كبير جدا من لعيب النادي الاهلي. صحيح. في التحركات جوه ال 18 اللي احنا اتكلمنا عنه في الشوط الاولاني. يعني كريم فؤاد لما عمل وقاتل وخد الكوره هو ده سر النجاح في الهدف، وتحركات شادي وقف له في الحته المظبوطه وترجم الكوره لهدف. الكره دي جات لك ثلاث اربع مرات في الشوط الاولاني، ولكن التصرف واسهلها بتاعه محمد شريف اللي جت على الراس وحطها فوق. ف انا وكابتن علي قلنا على شادي حسين المره فاتت وراهنا عليه ان هو يبتدي المباراه دي النهارده. رؤيه الراجل في تثبيت التيم والبحث عن هويه كل لعيب والكشف عن نقط القوه و في اللاعبين كلهم بيديهم الفرصه كمان عشان بعد كده لما يختار، وبعد كده لما حد قديم انا دبلرت مباراتين ورا بعض من نجاح لنجاح لنجاح النهارده برضو بالتغييرات اللي احنا طالبنا بيها في الهاف تايم. تغييرات مثمره جدا. بطلب من قفشه ان هو يزيد مجهوده عن كده وينزل، عايز يلعب اكتر من كده لانه لازم يكون موجود في الشكل الاساسي يعني. فبالحاله البدنيه وبيلعب على الواقف وكمان برضو الراجل مش هي هيبدلي برضو يخليه بديل يعني، اللي احنا عايزينه يبقى البلاي ميكر بتاع الفرقه في الفتره الجايه دي لانك محتاجه. محتاجك عندك ماتش اسوان وعندك ماتش الزمالك مهمين جدا الاثنين يعني. ف انا بشكر لعيبه على المجهود والاحساس. انت محتاج كل اللعيب. انت الاحساس النهارده اللعيبه حمدي فتحي والقوه والروح العالية والراجل اسمه ديونج ده في حته ثانيه خالص يعني. ده ما تسالنيش عن مين، ما تسالنيش عن مين لا احسن لاعب، ما تسالنيش من دلوقتي مين احسن لاعب في المباراه. الراجل كاشف الملعب وشايف، ولو عايز يروح بكره على الجون هيروح، والله هيروح. بيفسد هجماته وبيبتدي هجماته بين ال 40 يارده بكره في رجله، بيعدي من واحد واثنين اصلا فاسد هجمه كانت موجوده عليك، وبيمسك اثنين ثلاثه من اي كونتر اتاك عندك، ولعب لورا في مكان الديفندر كمان، فبيعمل كل حاجه في الكوره. اللي جاي مع مستر كولر لازم يكون على ما شافه اليوم. مين اللعيب اللي عنده مجهود واسع، مين المجهود عنده مجهود وفير جدا، مين اللعيب اللي عنده كوره اللي بيبصوا عنده رؤيه، مين اللعيب اللي بيتحرك كويس الفترة الجاية ما فيهاش. مين اللعيب الإيجابي؟ ما هو ده اللي بقول لك، اللي بيتحرك كويس والكلام من ده، هو ده الإيجابي المثمر اللي بالزبط. بيجيب نتيجة، اللي بيخلي ليك شكل في الملعب. ف حاجات كتير قوي النهاردة فيها امتياز الحقيقة. الديفنس بتاعك ما فيهوش فلسفة، وإن كان احنا بنطلب بس نتصرف في الكرة بسرعة في المناطق الخطر. هي. واحد تاني على طول، بلاش هي. نقعد ونعجم فيها ونعمل فيها ورقص واحد وأبين إن عندي ثقة. لا، في مناطق انا مش محتاج فيها ثقه، وفي مناطق كمان انا لازم يبقى عندي خطوتين، ما بقاش بلعب على خط واحد. أيوة. عشان ما اتضربش باي كره زي اللي راحت لمرسي، فباسم مرسي في اول شوط كان ممكن ترجلها الكره تعبت له تاني شوط كان ممكن ترجلها هدف يعني. أيوة. ف بشكر لعيبه النهارده على المجهود الكبير ده. كنا محتاجين الفوز الاول في الدوري. صحيح. ثلاث نقاط مهمين جدا. الاهلي بالشكل اللي هو من اول مباراه تونس لغايه النهارده الحقيقه في شكل حاله تصاعديه. صحيح. مع اكتمال الحاله البدنيه كلها لكل الفرقه، اذا كان قاعدين بره ولا قاعدين جوه، فباذن الله في شكل الحمد لله هنسعد بيها ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء الف مبروك، فوز صعب وغالي كنا محتاجين. ثلاث نقاط مهمين جدا طبعا. مبدئيا طبعا بدايه الدوري لازم اول مزبوط. بدايه مهم ثلاث نقاط مظبوط. فوز مستحق لان الـ 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 انت الاحسن. صح. يعني الشكل مش كامل طبيعي جدا البدايه يعني. بدايه الدوري بقول ده شكلي طبيعي جدا. ضغطك الهجومي الشوط الثاني زاد لانك انت عايز تكسب، الرغبه عندك انت زياد عشان كده لازم تكسب. رغبتك زايد قوي في الشوط الثاني عشان كده كسبت. اسماعيلي فريق فلسفه
ازاي تدافع وما يجيش في الجول. الخطوه الثانيه هي مش عنده الموضوع مش ده موجود. مش موجوده. عشان كده النهارده مفيش خطوره جامده قوي. يعني اكتر كره اتعملت كانت فيها غلطه شويه حتى في التمركز اللي هي بتاعت باسم مرسي. طبعا التصرف فيها سيء جدا، وده يعني كويس لو اتصرف فيها وحش يعني. ان الكره زي كده ما توقفش خالص يعني، لكن ماشي. بس دي خطا، هو ده الخطا الوحيد كله ايمن اللي حصل في لعيبه النادي الاهلي. فده عادي، لكن انت لا، انت اللي بتتحرك اكتر، انت رغبتك عاليه قوي. صح. انت اللي عايز تكسب. في اخطاء النهارده انا معاك، في لعيبه النهارده مزوده شويه في المشي بالكوره والجري بالكوره لازم. بس احيانا كنت بتشوف روح عاليه جدا 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 بتقضي على الاخطاء دي. لكن روح عاليه بدون تفكير ما تنفعنيش. ما انت هتتعب. روح عاليه، انا حتى بنشوف بقول لك روح عاليه بس لازم تهدى شويه. لازم تقلل هدوء. ماشي، ما هو اللعب كله كره القدم الروح مطلوبه، بس برضه مطلوب هدوء. مطلوب ازاي تقف بالكوره، تباص امتى، تستنى امتى، ما تقطعش منك الكوره ازاي. لكن كله مش جري بالكوره. في لعيبه النهارده بتزود الجري بالكوره. يعني اكرم توفيق النهارده لا، انت مزود يا اكرم. احنا اتكلمنا المباراتين اللي فاتوا بدايه ممتازه وبادي كويس قوي، وهو ده اكرم توفيق. دايما العب على قد امكانياتك. امكانياتك المطلوب تعملها. انت راجل مجهودك كويس قوي، بتدافع كويس قوي، بتقطع كويس وبتسلم. لكن ان انا اعمل حاجه مش بتاعتي هتغلطك. هيتعور كمان. وفي اوقات ممكن برضو تبوظ على فريقك هجمات، وممكن تقطع منك كوره، تيجي عليك مرتده. يسيبك فريق النهارده ما عندوش اي نيب هجوميه. ممكن مع فريق تاني يعني العقاب يبقى وحش. فعشان كده دايما يعني حتى اللي بيزعل من النقد يزعل. انا بتكلم كوره عشان انا بتكلم على النادي الاهلي، على فريق النادي الاهلي. كل واحد عارف امكانياته. انا عارف امكانياتي بلعب على قدها. انا ما اقدرش اعمل مثلا امكانيات كابتن شريف. كل واحد ربنا مديله امكانياته وموهبه يتحرك مع ده. احمد عبد القادر نفس الكلام، زياده في الكوره، بتمشي كتير بالكوره، بتتعب، الكوره بتقطع منك، انت بتتضايق. ما اي لعيب في العالم ايما الكوره بتقطع منه بيتضايق. عشان كده انا دايما يمكن انا بشوف السلبيات، عشان كل ما بصلح السلبيات انت هتبقى كويس. النهارده في ايجابيات، رغبه الفوز عندك من اول ما بدات المباراه عاليه جدا. فعشان كده ربنا كرمك الحمد لله بثلاث نقاط مهمين. احمد عبد القادر لازم الاول، مش لازم افكر ان اعدي وارقص، فكر ازاي تباصي وتتحرك وتستخدم سرعتك ومهاراتك اللي هي عندك مش عند ناس كتير قوي. بس المهم كيفيه الاستغلال وامتى، والتوقيت. والتوقيت بالزبط. عشان مباراه مع الثانيه اي مدير فني هيبدا يشوف حد تاني. ماشي، انت راجل عندك امكانيات، بس ولا انت قادر تستغلها ولا بتفيد ايدك فيها. فانا هضطر اشوف حد على الاقل بكره معاه في رجليه سليمه بيتحرك كويس، ممكن ما عندوش نفس المهارات بتاعتك بس افيد. دايما اي مدير فني انا بشوف الافيد لفرقتي، مش الافيد او الامهر في الملعب، انا بشوف الافيد اللي هيفيدنا. هو ده النهارده، دي الحاجه السلبيه الوحيده. لكن ايجابيات كتير جدا، روح عاليه جدا جدا. صحيح. جدا رغبه فوز موجوده من اول ما الحكم صفر لحد ما النهايه. مجهود ممتاز، تحركات كتير قوي، في فراغات ممكن المباراه القادمه ان شاء الله تتقفل. كل مباراه عن التانية ايمن هتحس في تحسن. لسه بتقول يا هادي في الدوري العام، لكن في مؤشرات حلوه. صح. يعني في النهارده ما تيجي تحسب مباراه بعد ما تهدى خالص، النهارده ايجابياتك اكتر من سلبياتك، ودي حلوه قوي. في ناس عشان توصل لكميه المجهود والجري ده في مباراه الدوري تاخد اربع خمس ماتشات. لا انت الحمد لله هنتكلم عليها بقى في الفنيات. عشان الايجابيات فعلا زي ما قلت كده كتير الحمد لله. لا في ايجابيات كتير فعلا، كتير الحمد لله. فدي صحيح. حاجه كويسه. الايجابيه النهارده كمان الناس اللي غيرت، كله مزبوط. عايز يقولها موجود. عليك. كريم فؤاد حتى لعب حته مش مكانه كتير قوي، لكن بدا يتحرك فيها. الهدف تقريبا من كره ميته. يعني 100% هو بالظبط. لكن المكان اللي بيلعب فيه مش مكانه، وكانت تغييره غريبه عليها شويه، لكن ادى فيها الهدف، اتحرك. وهنا الروح يا ايمن اللي احنا بنتكلم عليها، الكره طولت منه قوي. صح. الراجل اتزحلق وخدها، الخطوه اللي خدها شادي ورا وسعت له مساحه. يمكن اكيد مزبوط. انت وبلال تفهموا في الحته دي، الخطوه اللي خدها ورا. صح. هو الهدف، ده الجول، ده الهدف. مزبوط. ان كله خلاص بعد عنه. مزبوط. لكن ايجابيات انا اتكلم فيها كتير قوي. مبروك، ثلاث نقاط مستحقين على فكره. صح. دايما اقول الكلمه دي، انت النهارده ما سرقتش المباراه، انت النهارده تستحق الثلاث نقاط. فالف مبروك، خطوه كويسه في بدايه الدوري العام الطويله. صح. جدا جدا جدا. كابتن عادل الف مبروك، زي ما قالوا كابتننا الكبار، فاز الفريق افضل والاكثر رغبه في الفوز. وحاجه مهمه، والتدرج الجاي. يعني انت بتتدرج في مستوى
فرقتك. يعني انت بدايه انت عملت حاجه كويسه في بطوله افريقيا، فلما لعبت بطوله افريقيا نفعتك في الدوري. كنت الاكثر استحواذا النهارده، يمكن الاسماعيلي النهارده فرقه من الفرق الجيده طبعا، اللي هو بدا يستعيد، بس لو لعب بنفس الروح دي. بس انا بفتكر انه بيلعب قدام الاهلي بالروح دي، اتمنى انه يلعب مع بيت الفرق، مع بيت الفرق بالروح دي. لو لعب هيكسب اي فرقه بجد، هيلعب عادة عشان جريده، ما ممكن وجود المدرب الدائم المدرب الاجنبي هيفرق. والنادي الاهلي النهارده عمل حاجه جيده من وجهه نظري. انا مش هتكلم على الناحيه الفنيه، انا هتكلم من الايجابيه اللي حصلت النهارده. قبل ما تتكلم عن الناحيه الفنيه طبعا احنا لينا برضو بعد كده ان احنا لما بنيجي نقول رجل المباراه، ولكن رجل المباراه الرابطه بتعمل كل مباراه نجم او رجل يعني المباراه اليوم، فاللي خد رجل المباراه اليوم اكرم توفيق. ممكن نختلف وانا او نتفق. مين يعني يا كابتن من الرابطه اللي بيختار؟ لا انا ما اعرفش مين اللي بيختار، بس هي الرابطه قالت ان والله ما اعرف. عامة هو لعيب من الرابطه فيها محللين فنيين بيختاروا ولا الله اعلم برضو ما عنديش فكره. انا على فكره والله ده سؤال، والله ما اعرف يا بلاك، والله سؤال انا أيوة والله تريق يعني، ولا انا ولا حاسك فاكرني بتريق. لا انا ما اعرفش والله، يعني هل في حد مثلا كده في محللين فنيين؟ لا اصل ممكن بيختاروا؟ ممكن نختلف وجهات النظر يعني، انت ممكن شايف حد معين، انا شايف حد ثاني. اقصد مين بيدي احسن؟ لا هي هي المفترض بتبقى ارقام، بس هنا مش عارفوا يضبطوها يعني، بتبقى ارقام وسجلات كده وشويه شروط هم بيعملوها بره في الدوريات الكبيره، لكن هنا ما فيش الحاجات دي. لكن كويس يعني، بص انت ممكن جاي. انت ممكن تشوف اكرم النهارده احسن واحد، ممكن انا اشوف ديانج، ممكن تشوف حد تاني. بص يا كابتن، اولا دي خطوه جيده جدا طبعًا. بتدي حافز للعيبه ان هم يبقوا كويسين طول الوقت. مزبوط. مش لعيبه الاهلي بس، انا بكلمك في الدوري كله. حافز اخر عملته الرابطه للعيبه، وده شيء يحسب لهم وبنشكرهم عليه وبرافو عليهم. ولكن الحته الثانيه يا ريت يعملوا لجنه فنيه هي اللي تختار، علشان تبقى حاجه فيها مصداقيه زي ما بيقول. بيقول تمام اوكي. لكن خلينا نرجع بقى للنادي الاهلي. الجميل انك تكسب في بدايه الدوري صح، والجميل انك توصل في الدور الثاني في افريقيا وتشتغل بنجاحات. اما الاداء اللي احنا بنتكلم عليه التكمله هتيجي ليه؟ صح. اي مدرب في الدنيا قناعته بفرقته بتيجي مش اقل من اربع خمس اسابيع، ست اسابيع على الاقل، من ست اسابيع في الوقت. قصدك خمس ست ماتشات يعني؟ خمس ست ماتشات، احنا بنتكلم على الماتش كانه اسبوع يعني. فانت بتتكلم على الجميل انك انت تتعرف على فرقتك وانت ما عندكش خسائر، تتعرف على فرقتك وانت مش متعادل. فحل كويس. بس سؤال الكابتن علي قال برضو جمله حلوه قوي، ان انت حتى وانت متعادل كل اللعيبه بتسعى بروح عاليه جدا قتاليه في الملعب، حتى ولو كانت على حساب الاداء الفني، انها عايزه تكسب. الرغبه موجوده، فاهم؟ بص يا كابتن، الرغبه ما بيعملهاش مدرب بس، اللعيبه طبعا، اللعيبه قبل بنسبه كبيره. الراجل محظوظ برغبه اللعيبه السنه دي، العالم يعني اللعيبه مش هتستحمل ثالث سنه يروح. بس اكيد بيبقى ليه دور برضه طبعا. دوره انا بتكلمك، افضل حاجه لمدرب في الدنيا ان ياخد فرقه بعد اخفاق. خلينا نتكلم كلام فني وصعبه برضه يا كابتن علي. لا سهله فوق ما تتخيل. ازاي؟ التحسن التحسن بيبقى ملحوظ. انت بتتكلم لو انديه قليله، انت بتتكلم في نادي زي النادي الاهلي. النادي الاهلي طول الوقت لما انت بيحصل لك حته اخفاقه في وقت تاني مره بتكسر الدنيا. ده غصب عنك اللعيبه بس. ليه؟ لإن دائما بيبقى في صراع في الأندية الكبيرة ما بين اللاعبين والبقاء. ها؟ ليفربول. ليفربول. أي فرقة في الدنيا لما يكون أدائها متعسر شوية ويجي مدرب آخر، أنت كجمهور نفسك بتعمل إيه؟ أنت بتقول إن الأهلي بقى أحسن وفرحان بيه أفضل، رغم إن قبليه ممكن يكون علشان أداؤه كده، لكن لو الأهلي كان أداؤه عالي أوي السنة اللي فاتت في آخر السنة وعمل اداء زي كده ممكن ما تقتنعش. أي. لكن خلينا نتكلم على قناعتنا احنا بالشغل التدريبي اللي الراجل عامله. برافو. انا شايف ان هو متدرج جيد جدا. انا شايف ان قناعته باللعيبه فيها دمج، وخلي بالك من النقطه دي يا كابتن، عنده حاجه فيها يعني ما تقدرش تقول عليه بيحب المهاره قوي، وما تقدرش تقول عليه بيحب القوه قوي، ده عامل مزج. أي. يعني بدليل
بدليل ان اكرم توفيق بدا يلعب وهو لسه اول رجوع ليه بدا يلعب، هو عنده فلسفه في الحته الدفاعيه. طيب تعالى نتكلم في الحته مثلا الهجوميه، تعالى نتكلم في السرد باكات. طب ما احنا بنتكلم على محمود متولي ما بيلعبش كتير والحاجات دي، ولكن هو كان عنده هدف انه كان يحضر سليم يطلع سليم، وبعدين عنده الفكره ما بين منعم ومتولي، ده عنده سرعاته، ممكن متولي اقل سرعه شويه لكن منعم يقدر يشتغل عليه، ولكن الاثنين بداوا يعرفوا يلعبوا كوره كويس. تعال نتكلم في نص الملعب، بدا ياخد السوليه وحمدي فتحي وديانج، الثلاثه ما بيلعبهمش الثلاثه، يعني احنا شفنا مدربين كتير بيلعبوا الثلاثه، لكن انت ما بتلعبهمش، ممكن هيلعبهم قدام، ممكن يلعبهم مع بعض على حسب ظروف المباراه. لكن انا بكلمك على فكر كولر اللي عاجبني فيه انه مدرب اكاديمي، يعني اللي هو ايه، مش خفيف بلغه الكوره، يعني مش هتلاقيه من الناس اللي هيبقى يجروا على التغييرات ويجروا على الحاجات دي، عنده حد ما ثبات، ولكن يستفاد لازم يفهم ويدرس الظاهره اللي حصلت السنين اللي فاتت، ولكن برضه الظاهره اللي حصلت في السنين اللي فاتت مش هتشيل منها حاجه مهمه قوي، كاس عالم الانديه، لانك مش هتلعب كاس عالم الانديه، فهتقل عندك حوالي مثلا 3 مباريات بسفريه، انت فاهمني، ممكن تبدلها بالسوبر، ولكن لا، مجموع الثلاث مباريات صعبين، انا بكلمك على لما هنخش في الضغط. الحاجه الثانيه كاس العالم هيتلعب، فيبقى في وقف للدوري، لا في ماتشات، في ماتشات هتلعب في الخفض، لعب حوالي 3-4 ماتشات احتمال، 3-4 والله احتمال، والله انا شايف ان دي، انا بجد انا شايف ان ده قرار خاطئ 3 مليون%. مفيش حاجه اسمها كاس عالم يكون بيتلعب في العالم وانت بتلعب دوري، هي بص وجهه نظر علشان تقدر تخلص في وقت معين علشان اللعيبه تقدر تريح بقى ما بين المواسم وبعضها. في ادوار في كاس مصر كده عايزين اللي هي يلعبوا لا لا وفي لا لا وفي ماتشات دوري وثلاث مباريات دوري تقريبا بالظبط بالظبط في في كاس العالم. ايوه ده كاس العالم ده عامر حسين قال كده، كاس يا كابتن، ما هو خلينا نتكلم على الكيف، انا ماليش دعوه بالكم، ده كاس العالم ده دروس، دروس للاعبين وللمدربين وللدنيا كلها. كابتن يعني انا مالي يا يلعبوا الساعه 3 الدور وكاس العالم، يلعبوا الساعه 9 الصبح، يبقى سجلوا ماتشات تتفرج عليها بعدين. الافضل يلعبوا الساعه 9 الصبح، هو هيلعب في اوقات لا تتعارض مع مباراه كاس العالم، هي هيلعب في اوقات مش هفش مصر عامه، ماليش دعوه يعني، هنقل حضرتك خلينا نقول لهم اصلا انت ما اشتركتش في كاس العالم والله. المهم انا متفائل بالرابطه وبحبهم جدا بامانه، وبيعملوا حاجات كويسه كتير قوي، لكن لما يعملوا حاجه غلط انا من وجهه نظري ممكن تختلف معاهم يا كابتن عادل، ما يلعبوش في وجهه النظر ممكن هيلعبوا ماشي. طيب خلاص خلينا في الماتش عامه، خلينا في المباراه، خلينا اكمل بس حته كولر ده علشان دي مهمه قوي. كولر عمل واحده جامده النهارده، يعني لازم تشيد بيها، قولها يا كابتن، بتاعت كريم فؤاد ولعبه في المكان ده بشخصيه مدرب، يعني احنا استغربنا من شخصيه مدرب ورؤيه مدرب حقيقه، بس دي هنتكلم فيها لما نيجي نتكلم في التغييرات. انا عايز اقول لكم حاجه، كريم فؤاد كان في انبي بيلعب دي، مظبوط بيلعب قدام وبيلعب ورا في انبي، لا يعني كريم فؤاد اصلا يا كابتن كان اصلا بيلعب طرف يمين طرف شمال ظهير يمين مظبوط ظهير ايسر، بيلعب وجوكر وجوكر كويس قوي. في الاخر اللي انا عايز اقول لك مبروك النهارده المكسب، ومبروك التدرج اللي الراجل بيعمله، وبلاش نتسرع كتير قوي انك انت عايز تبقى في التوب اربعات وخمسات وستات، لا لما تطلع سنه سنه افضل ما تطلع بسرعه وبعدين تنزل وتنزل. صح برافو. صح كابتن، ايه عندك اقوال اخرى؟ عجباني القفله دي، عجبتني عجبس سنه سنه لا التدرج ده، التدرج اللي ابتدى بيه ده، انا بقول لك عجبس سنه سنه. كابتن بلال الف مبروك العلامه الكامله في 3 مباريات، يعني خلينا نفصل يا كابتن عن يعني الدوري عن افريقيا، يعني الامور مختلفه تماما، يعني انت بتلعب دور 32 في بطوله افريقيا وبتلعب مع فريق كويس، فريق تونس، لكنه برضو مش يعني من وجهه نظري اللي انا شفتها الاسماعيلي افضل منه، الاسماعيلي افضل منه بكتير جدا جدا، يعني اسماعيلي فرقه منظمه، فرقه كويسه، فرقه مش بطاله يعني. انت النهارده الاهلي كويس، الاهلي جيد، الاهلي حاول محاولات كتيره جدا، كان ممكن تسفر عن 3-4 اهداف النهارده، يعني كان ممكن تسجل 3-4 اهداف النهارده في المباراه، انت افضل.
بتضغط في اوقات كويسه جدا جدا جدا. اكرم توفيق لعيب جيد، لكن انا اختلف مع رابطة تماما. انا شايف ان ديانج هو اللاعب الافضل النهارده في المباراه من كل شيء. يعني نعم كابتن، مش انت بس بقول لك مش انت بس يعني. لا انا بختلف معاهم، انت لا مش انت بس على لا لا انت بتقول على رؤيتك الاحسن اللي على الافضل ديانج يعني. طبعا عشان كده بقول لك مين، هل في محللين في الرابطه بيختاروا تمام ولا ليها، او ايه المقاييس قصدي اللي بيختاروا؟ هو الاثنين لعيبه النادي الاهلي يعني، لكن احنا بنتكلم في وجهه نظر فنيه مش اكتر من كده يعني. عامل حيويه ونشاط في نص ملعب، عنده انطلاقات جيده، ينقصه بس اللمسه الاخيره. يعني لو اللمسه الاخيره اكتملت عند ديانج يعني هنصنفه لعيب من ممكن يروح يلعب في الفرق الكبيره في اوروبا يعني. مديلك دايما الاستحواذ اكيد. يمكن الانذار، يمكن الانذار اللي بس يا كابتن. واحد النهارده اجاد عمل كل حاجه. طب ممكن لا واحد اجاد عمل كل حاجه النهارده عشان تاخد انذار تحرمه من التقييم الافضلي. لا لا انا عندي حاجه ثانيه شايفها كلاعب كوره يعني او مشاهد يعني. هو لما بيستلم الكوره الحته اللي قدامه دي فاضيه، ما المفروض لا فيها سبورت ليه معاه. أيوة أيوة. عشان ده بياخد الكره يروح لوحده. فيها برونو في حته في اللاعب هنا موجود في المنطقه دي. ما هو المفروض برونو سابيو يا كابتن هو اللي بيقوم بالدور ده. أيوة. اللي هو بدور البلاي ميكر اللي هو قدام الاثنين المتفلس. مش لسه ما تعودش ينزل ويطلع في تايمنج مظبوط لسه يعني. التجانس اللي بينهم ممكن لسه ما يكونش، لكن الاهلي بشكل عام في الدوري العام البدايه جيده من وجهه نظري. البدايه اداء جيد، اللعيبه عندها سبريت عاليه جدا 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 جدا، كل اللعيبه على في ارض ملعب الحقيقه، حتى اللعيبه اللي نزلت التغييرات جيده، توقيت جيد جدا يعني. خلاص انت من الدقيقه 60 بتغير تمام، واضح انك ما بت يعني مش تقيل في تغييراتك يعني، ما بتديش تايم كبير عشان خاطر تفكر كتير فتبتدي تغير. لا انت خلاص واخد القرار، لا انا شفت الاخطاء عندي في الحته دي او ممكن اعدل في المكان ده بلعيب مكان لعيب بحيث ان انا اعمل نقله ثانيه مختلفه. النقله اللي اتعملت عبد القادر عمل مجهود كبير جدا الشوط الاول، خلاص استنفذ يعني بدنيا، فبالتالي في تغييره مكانه. هو الراجل عايز نفس السرعات على فكره يعني. التغييره بتاعت عبد القادر كان فيها برضو على فكره نفس الراجل عايز نفس النمط، عايز سرعه في الاداء مش عايز بطء. عشان كده تمت التغيير بكريم فؤاد يعني. كريم فؤاد لعيب سريع قوي نشيط، عنده روح عاليه، روح قتاليه عاليه جدا الحقيقه. هو صنع هدف بلا هدف. بالظبط يعني الكره كانت ميته، كانت ضايعه، كانت ميته. ونقل طاهر طبعا، نقل طاهر لمكانه بقى الناحيه الثانيه العكسيه. صح مظبوط. فنقله الناحيه الثانيه فعمل حيويه في الملعب، بيضغط في كل مكان ما شاء الله قوي. يعني ممكن يكون عصبي او يعني حماس زياده عشان كده خد انذار يعني، كان ممكن يتفاداه، ولكنه لعيب يعني بدايته جيده، روحه عاليه جدا جدا جدا. تغييرات اللي عمل مجدي قفشه كمان عمل مستوى جيد النهارده، اتحرك بشكل كويس، لعب بشكل جيد. بس هي الفكره في نزول مجدي قفشه مع سافيو، هل ممكن يعني الاثنين يبقوا موجودين في الملعب نشوفهم مع بعض، ولا الامر هيبقى صعب يعني؟ الاثنين اعتقد ممكن في الحاله دي يبقى واحد متطرف اللي هو يبقى سافيو، ممكن يتطرف ومجدي قفشه يبقى هو البلاي ميكر. تغيير شريف برضه نفس الموضوع، الراجل شايف ان شريف مش موفق يعني النهارده. الحقيقه شريف اضاع هدفين محققين النهارده من وجهه نظري الشخصيه، هو اللي اضاعهم مش بدلك. هو بص في سوء تصرف من شريف يعني. انا نفسي يركز كويس عشان كده لما اتكلمنا يا جماعه الماتش اللي فات قلنا رقم 9 من اهم مميزاته انه بيلعب في 18، انه بيستغل الكرات العرضيه اللي في 18. الاهلي بيعمل كم كرات عرضيه مش طبيعيه. علي معلول بيشتغل، اكرم توفيق بيشتغل، طاهر محمد طاهر بيشتغل بعض الوقت، صافي بيروح على اليمين وبيشتغل. لعيبه كتيره جدا بتشتغل عشان يبقى عندك لعيب بمواصفات الهداف يخلص. الكره العرضيه اللي اتلعبت لشريف ما بين الاثنين اللي عملها طاهر محمد طاهر في منتهى السهوله، لازم يشوف جول، لازم دي جول. الحاجات دي ما ينفع، دي ممكن تبقى فرصه الماتش يعني. الكره دي ممكن تخلص ماتش. عارف ايه اللي هيفرق مع شريف؟ انه يجيب جول. هيجيبه امتى؟ ما هو لازم يشتغل على الحته دي يا كابتن ايمن. انا ممكن ما اكونش بجيد اللعب في الكرات العرضيه، لكن كل يوم لازم تدريب عليها. كل يوم لازم تدريب، كل يوم لازم تدريب. لازم يلعب جنب واحد تاني. نعم يا كابتن، لازم يلعب. لا ما انت لا يا كابتن، طريقه اللعب يا كابتن هو ما يشيلش الحته دي لوحده. المدير الفني مش هيغير اللعيبه عشان واحد ما بيلعبش زيه. انت بتقول لنا الكلمه دي ما يشيلش هو الحته دي. ما بيحصلش اثنين راس حربه. مش هيبقى ما بدلوش دعوه، ينفع ولا ما ينفعش؟ انا بتكلم عنه هو دلوقتي. انت بقالك سنتين بتقول لي خليك في حالك. هو ده هو بدلك. انا بتكلم مع بلال
يعني في لعيب يقدر في الحته دي يا بلال يكتف ويعمل صح. ويلف وي... مكان الهداف وانت عارف انا بتكلم على طبعا انت عارف يا كابتن يا كابتن ما انا لو لغايه اخر 10 دقائق مش متعادل كان هيبقى جنبه شادي ما كانش هيغيره كان هداف الدوري بتاعه كان هداف محمد شريف مش قصدي كمان حاليا عدم الثقه اللي راحت دي الثقه اللي راحت منه عايز الهدف اللي انت محتاج جول ايوه الهدف ده لازم يبقى له سبورت جنبه يديله حريه التحرك اكتر ما تبقاش العين كلها اتنين ثلاثه هم اللي عاطين بس خد بالك يا كابتن شريف ده هيبقى على حساب لعيب من لعيبه نص ملعب هيبقى احسن يا اما هيبقى حساب يا برونو سافيو مثلا يعني على حساب ميدفيلدر بس هو في حاجه انت قلتها يا كابتن على حساب مين؟ بلال لعيب من لعيبه نص ملعب زي مين يعني؟ يعني لو هتلعب باثنين فراوده هتلعب هل هتلعب ببرونو سافيو مثلا؟ انا بتكلم على البوزيشن مش بتكلم على الاسم نفسه مش بتكلم على سافيو انا بتكلم على رقم 10 هل هتلعب رقم 10 لان انت عشان تلعب اثنين فراوده لازم يبقى اثنين وينجرز عندك موجودين زي ما انت اتفقت مع الواحد من الراجل قدامه الراجل قدامه اربع خمس ماتشات مش هيغير ست ماتشات وهنشوف مش الدنيا هتودينا لغايه فين مش هيغير المقصود ايه هو بيروح للكوره كويس وبيتحرك كويس جدا كويس جدا في ال 18 ولكن ينقصه بس الفعاليه بالظبط اللمسه الاخيره ما هو بص اللمسه الاخيره انا بتكلم على الكرات اللي بالهيدرز تقريبا يا كابتن عين يعني انا بتكلم على الكرات العاليه تحديدا الكرات العرضيه هو متحرك فيها بشكل جيد اتحرك في الشوط الاول اتحرك تحرك رائع جدا لعيبه بشمال جت من جنب العارضه في واحده برده عملها الشوط الثاني بشماله خبطت في اللعيب وطلعت بره لكن انا بكلمك ان راس الحربه لازم يبقى من مميزاته اني بلعب بدماغي لازم يعني امتى شريف جاب جون بدماغه السنه اللي قبل اللي فاتت كره اتلعبت بالعرض تقريبا كان في ماتش سيراميكا او في ماتش البنك لا تقريبا على ما اعتقد اتلعبت كده حطها من فوق جون طب انا يا شريف يعني دي نصايح مش لوم على فكره انا عارف طبعا في بعض من الاوقات انت بتنتظر كره عرضيه عشان تسجل هدف ممكن يخلص بيها ماتش تخلص بيها بطوله خد بالك النهارده في كورتين شريف واحده لعبها كده جت فوق العارضه الثانيه لعبها المدافع خبط بس برضو هو لو يعني موجه صح ممكن تبقى في الجول ما تروحش من الحته دي فانا اتمنى اي لعيب حتى شادي حسين الكلام ده برضو لشادي انت بتلعب في النادي الاهلي احيانا كتيره جدا ممكن امكانياتك طريقه اللعب ما تمشيش معاه يعني النهارده شادي وشريف ما هو نفس الستايل تقريبا يعني هم محتاج الكرات اللي هي ايه الدبل باس الثرو باس الكرات البينيه اللي ما بين المدافعين يبتدي يتحرك ممكن تلعب فرقه بتلعب جيم مقفول اكتر من النهارده فهتضطر انك تغير اسلوب اللعب فتلعب كرات عرضيه فانت محتاج انك تتحرك في ال 18 كويس قوي وتلعب بدماغك كويس جدا توجه مش لازم تبقى عملاق يعني مش لازم تطلع 5 6 متر فوق عشان تلعب بدماغك مش امكانياتك عندك امكانيات افضل من كده لكن على الاقل لما تتحرك توجه بدماغك صح ده اللعيبه الفراوده بتاعه النادي الاهلي محتاجه الحته دي كويس جدا لان احنا السنه اللي فاتت يا جماعه عانينا من الموضوع ده والسنه اللي قبليها علينا بشكل كبير جدا جدا عندك كروسات كتير قوي والناتج بتاع الكروسات بتاعك مش على قدر الفعاليه اللي انت عملتها مش على قدر الكروسات اللي انت اشتغلت بيها فانا عايز النهارده محمد شريف وشادي حسين يشتغلوا على قدر الامكان على الكرات العرضيه بدماغهم بشكل كويس يمكن دي فرصه اعتقد بص يا كابتن دي كرة دي الجول كرة تقريبا صعبة جدا كريم فؤاد أحياها طبعا صعبة جدا جدا لا هتهلنا تاني بعد إذنك عشان نشوف بس الخطوة اللي شادي اللي الكابتن اتكلم عليها كابتن علاء ميهوب بص شادي عمل إيه وسع لنفسه طبعا وسع لنفسه هاي تحركات تاني برضو أولا كرة كانت ميتة جدا جابها كريم فؤاد أنا كنت فاكره في الأول أكرم بص بقى شادي عمل إيه اتحرك وسع لنفسه طبعا وسع لنفسه هي دي الجول وسع نفسه وطبيعي خد بالك ما ده طبيعي تحرك الفروي طبيعي تحرك الفروي في ال 18 انا النهارده لازم اوسع نفسي الاهلي فرقه هجوميه اصلا طبعا يلعب بقى باثنين فراوده احنا مش فرقه دفاعيه احنا يلعب زي ان شاء الله يلعب بثلاثه فراوده واربعه ثلاثه ثلاثه كويس الاهلي فرقه هجوميه في حاجه خدت بالك في حاجه كابتن عايز اقول لا عليها بلال كلامه تمام بس هو مين اللي يعمل له ده يعمل ايه عارف ايه تزويد الاليه تهديف ايوه طبعا بيعملها انت بتتكلم على الكروسات قصدك يا كابتن؟ اوكي المفترض ان محمد شريف والناس دي تشتغل على كل الحاجات اللي بتيجي للنادي الاهلي يعني مثلا لما اكون ماسك فرقه اقل من النادي الاهلي يبقى انا هشتغل على الحاجات المرتده السرعات صح الطوليه صح دي صح مظبوط لكن لما اجي العب في النادي الاهلي زي ما انت قلت بالظبط اشغله على الهيدرز صح وشغله على الاليه اللعب يعني خلي اللعيب مثلا يلعب الفرود يلعب له
مثلا في التمرين حوالي 60 70 كره على الجون بهدوء من غير مجهود عشان يزود اليه التهديف وفي على على على, على فكل الحاجات دي احنا شفنا محمد شريف السنه اللي فاتت، فيجب ان يستفادوا منها. ده بتكون بقى الانديفيدوال تريننج اللي هو بتاع الاجهزه المعاونه، لازم تفكر في الحاجات دي. صح. ولازم يحسبوا للاعب لما بيضيع زي بتاعت محمد شريف دي، لازم التمرين اللي جاي يجيبوه اكتر من مره، مش لازم بمجهود، يجيبوه ينفذ دي ويطلعوه بدماغه خمس ست مرات عشان يزود اليته، لان انا بحس ان لعيبه النادي الاهلي بعاد عن التهديف من دي، ان هم ما فيش شغل كتير على الجول، لازم يشتغلوا على الجول كتير قوي. بس حبيت ده شغل مدير فني، واعتقد ان المدير الفني شغال على الحاجات دي، عنده كمان جهاز عريض. يعني انت بتتكلم يا كابتن في امكانيات، عندك جهاز فني المفترض انه بيشتغل التمرين، ما خلاص ما بقتش انك تنزل تمرن الفرقه كلها لوحدها. بس بص يا كابتن شيف، جيبوا لنا الجول تاني بقى معلش، من اول الكوره، من اول كريم فؤاد. بص يا كابتن، تحركه حلو، التحرك كويس جدا، والكوره كانت صعبه جدا، ولكن الروح العاليه اللي انتوا بتقولوا عليها. طبعا تنفيذ والرؤيه والهدوء اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الهاف تايم، عايزين اللعبه تهدى وهي بتنفذ الكوره، اللعيب يبقى عنده رؤيه، التحركات اللي حصلت للاعب، الباص كان مش جيد جدا انما احنا احيناها بالروح اللي انت بتتكلم عنها. فهمتني؟ ايوه كده. فهو ده من اول دقيقه باين في اداء النادي الاهلي. صحيح. اللعيبه بتجري وبتهاجم وعايزه تضغط على لعيبه الاسماعيلي، مش عايزين يستلموا الكوره. على فكره فرقه الاسماعيلي فرقه جامده جدا. صح. وفرقه قويه جدا، لعيبه الكوره كويسه، والسنه دي هتشوفهم بشكل تاني جدا. ومن احسن الفرق اللي هتلاقيها. سيبك النهارده ان هم خسروا، انما دي فرقه كل اللعيبه اللي موجوده فيها عندهم كوره عاليه جدا. لسه يمكن بقى مع المدرب والشكل والاحتكاك ومع فرقه اقل من الاهلي هيكتسبوا ثقه وهيكون لهم وجود. وده ماتش صعب في النهارده. انت كسبت فرقه جامده جدا. طبعا. انت طبعا لعيبه كويسه جدا ومدرب وكل الاجواء كويس، كانت في صالح ان انت تشوف مباراه جيده. صحيح. وانت شفت الكلام ده تاني تايم، تاني تايم الملعب اتفتح. مظبوط. وكان ممكن الاسماعيلي يروح يجيب يهدف جول، ولغايه اخر ثانيه الاسماعيلي كان بيبحث عن التعادل. انما انت اللي كان عندك الشراسه في الهجوم، الشراسه في التحركات، الرغبه في الفوز، السعي الاكبر للفوز. كان عندك الرغبه وتحققت لك الحقيقه. مظبوط. ف الروح اساس كل حاجه في التيشيرت الاحمر زي ما احنا بنتكلم دايما. صحيح. وبنقول كده، يكمل بالادوات بقى الاليه اللي بيتكلم عليها عادل والكباتن بيتكلموا، بحرفيه كل لاعب يغير لي بقى المفهوم بتاعه الدنيا. يعني كل واحد عنده شويه كوره يديهم لنا بقى، اللي في ال 18، اللي على الاجناب، اللي في الاختراقات، اللي في التحركات، اللي في الدفاعات، يبقى عندك عمود فقري في كل حته. وبتلعب بقى جاهز وواثق في كل اللي جنبك، ما يفضلش حمدي فتحي هو اللي شايل الضغط والجري وديانج شايل انت فهمتني ازاي؟ لازم يبقى عندك تيمبو في الايقاع، لعيب دايما بيستلم ناقل للحركه بيريحك شويه، بيريح لعيبه برضه، يخليه ياخد نفسه في الدفاع ونفسه في الهجوم. صحيح. طيب نشوف الجول مع بعض مره ثانيه يا كابتن من البدايه. كابتن علاء اتفضل. المساحات موجوده في فريق الاسماعيلي. بص علاء مجدي فين؟ مكان. ها؟ هو ده المكان المحبب ليه. لكن بص كمان، بص خلينا واقفين هنا شويه معلش. بص بص ما مش المهم انك تلعب روحك عاليه وبتجري كتير، المهم انت وقفتك ازاي في الملعب. ممكن تبقى جريك وروحك اقل من كده لكن مضايق مساحات كويس قوي. ده ما يعني رسم خاطئ جدا لعيبه الاسماعيلي. بص واحد في الدايره بالظبط هو محمد مجدي وسط خمسه. ايوه. واقرب واحد عنده بعيد قوي اللي هو مجدي، هيستلم الكوره وعلى مهله براحته خالص وهيبص وكل حاجه هيعملها. وعنده اكتر من مليون اختيار، يعني عندك ناحيه اليمين بص اكرم لوحده، فهو ده التنظيم اللي انا بتكلم عليه. بس انت بتتكلم على اللعبه دي كمان عشان بس ايه؟ انت احنا شايفين دلوقتي مين اللي بينزل يستلم؟ محمد مجدي قفشه. يبقى سافيو فين؟ قدام. بالظبط. انا معلش انا ماليش دعوه بطريقه اللعب والافراد. محمد مجدي انا طول عمري بتكلم معاه، دي منطقه محمد مجدي. انت عندك اللاعب اللي بوسط محمد مجدي دي منطقته، ازاي واحد ينقل لك الهجمه من نص الملعب للثلث الخطر، او ازاي واحد يعمل لك اللمسه في الثلث الاخير بتكلم عليه. ما بتكلمش طرق اداء او واحد بيعمل دريبل كويس او بيرقص او بيشوط، لا. انا بتكلم وقت على مهمه محمد مجدي هنا. في لعيبه كتير في ايه هنا؟ ما يستلمش الكوره يروح باصص لقدام. انت فاهمني؟ هي
كلها امكانيات لعيبه، كل واحد مش زي الثاني، ذكاء المدير الفني انك ازاي تعمل التوليفه الصح وتاخد احسن حاجه من كل لاعب في مكانه. يعني طيب. عمر محمد مجدي لو لعب مليون سنه يعمل مثلا شغل ديانج؟ استحاله. لا استحاله خالص طبعا. فمجدي استلم في موقف ممتاز، كمل بقى، كمل لف بص لعبه لاكرم طبيعي جدا على مهلك، بص خدها تاني، خدها تاني هو، معلش اقف تاني، معلش معلش اقف تاني برضو معلش عشان نشوف بالظبط. برافو. بص يا بص يا ايمن، هنا الفرق برضو من امكانيات اللعيب. لا نرجع ورا سنه من ساعه ما لعبها وراح تاني، خدها تاني. ايوه بص بص يا مجدي، بص يا ايمن، ايوه كابتن، هنا اقف بقى، هنا اقف هنا، هنا محمد مجدي بعد الباص كويس ممكن كان كمل مظبوط، واستنى مثلا اكرم هيعمل كره عرضيه وهو على 18 مش هيعمل كل ده، لكن هي الملكه بتاعت اللعب امكانيات لعيب، عشان كده مش بنفت كلنا في الاستوديو، كل واحد عارف امكانياته، راح خدها تاني صح، استلام صح، سافيو نكمل على جوه كمان، نقف هنا. كام لعيب من الاسماعيلي؟ 9 4 كام؟ 8 حد ماسك حد عادل؟ لا خالص خلاص، ده موقف دفاعي فاشل غير ماشي. واحد تاسع كمان هنا بص فشل دفاعي، وده على فكره كويس، على فكره فشل دفاعي انك انت مش المهم انك تقف كتير، المهم انك كده تراقب. سافيو استلم الكوره، كمل بقى، نكمل التحرك ممتاز لكريم صحيح كويس، هرجع تاني، هرجعها تاني كويس، سافيو كمل كمل، لا كمل عادي، ده اكرم اللي دخل بيها، ده اكرم اللي دخل بيها، كملها تاني، كملها عادي، كملها عادي، نكمل كمل كمل ماشي. تاني كرة معايا، كل ده حلو قوي لانك انت ما عليكش ضغط، فانت ما فيش، بص محمد مجدي، محمد مجدي رابع كويس، كمل كمل، واقفه غلط، احنا خلاص اجتمعنا ان واقفه غلط، بص ماشي. كل واحد من لعيبه النادي الاهلي هيستلم الكوره، ما فيش حد خالص، استلام هنا تولد هنا بقى اللي اتكلم عليه كابتن شريف وعادل، الروح الروح والرغبه انك انت عايز تكسب بالزبط. انا عايز اجيب الكوره دي بالزبط. حد غير اي حد من لعيبه النادي الاهلي خلاص، لكن حتى والراجل متحضن عليك هيسيب الكوره كده، لكن الرغبه انك عايز تكسب هو اللي جاب الكوره. حلو قوي اللي عمله بعد كده ان رفع وشه مظبوط، كل ده كوم وشادي، وشادي في كوم تاني خالص كويس، الطبيعي دي بس هو صح. ده الجول، انا مش عايز ابص، مش هكمل الباقي، ما تكملش الباقي، بص ده الجول صح، الخطوتين اللي ورا، الورا بالظبط، محضر الكره جايه، فتح له باهر باهر، سابه خالص ما راحش معاه، فخلاص على كده مزبوط. هو ده الجول مزبوط. يعني يعني مش سهل، لا لا أيوة. لا في شغل، لا 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 طبعا، لا 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 بتكلم على شادي، لا لا بتكلم على شادي، ايوه طبعا يعني ده ممكن فكر بدون كويس قوي، ممكن على فكره ممكن مهاجم غيره ما كانش اتحرك، ايوه صح، كان هيروح بالعرض، كان راح بالعرض، هو سهل على نفسه، هو سهل وسهل على كريم عادل، طبعا يعني هو سهل على نفسه وسهل على كريم وجاب جول بفكر بفكره هو صح. الخطوتين اللي لتحت ده باهر ما رجعش، الكره اتعملت بطن رجله، حتى لو غمض عينه عملها بطن رجله مزبوط. الجول فاضي، فهدف حلو قوي في كل كره حلوه، تحرك من اول ديانج صح. محمد مجدي في الهجمه دي اكتر واحد لمس الكوره، لان هي دي مميزات محمد مجدي صح. راجل بيحب يستلم الكوره ويزق بص، ومن غير فاول على فكره، على فكره ده بعد دقيقه من نزول محمد مجدي بالظبط، حتى لو بعد 10 دقايق يا ايمن، هو مكانه هنا، مكانه وبيحب يسلم ويستلم وياخد الكوره، ودايما محمد مجدي ميزه حلوه فيه، لو عملت يعني حسبه كده بسيطه، تمريراته الى حد ما مثلا 5% مضمونه، وده لعيب الكوره اللي يريحك انت كمدير فني صح. ان الكوره تروح مظبوطه لواحد مستلمه صح، فهدف حلو قوي من لعيبه النادي الاهلي، وتحرك ممتاز طبعا مظبوط يا كابتن. ده ديانج طبعا، لا ديانج النهارده زمالك شريف، بص بص هيعمل ايه، بص هيعمل ايه، بص علاء، بص خد بالك من الكوره دي، ده دي ميزه من السنه اللي فاتت، ميزه من السنه اللي فاتت ان هو بدا ياخد الكوره ويروح قدامه، ايوه يعني من ساعه ما جه يا كابتن شريف كان كويس قوي في القطع صح، وكنا دايما بنعيب عليه التسليم، في التسليم او انك تمشي بالكوره، من نهايه من نص الموسم اللي فات عالي بقى، يقطع الكوره ويروح ازاي ما شاء الله، لياقته البدنيه عاليه، بيقطع يعني 10 15 متر بالكوره، بيفرق معاك قوي زي الكوره اللي فاتت دي، بص هو بيتحرك في كل مكان، هو يعني هو مش مطلوب يجي هنا على فكره مزبوط. يعني ديانج مش مطلوب منه يجي هنا، ايوه لكن هنا وهتلاقيه رجع تاني، هو لا هم يعني هيجيبوا لنا تحركات ديانج كلها، هتلاقيه تقريبا يعني في كل حته في الملعب بجد ما شاء الله، يعني عامل لك استحواذ، عامل لك سيطره، عامل لك كل حاجه في الملعب، ومديك امان في نص الملعب، يعني بص الراجل كان فين رجع فين يعني طبعا، يعني حتى يعني كابتن شريف قال ما تسالنيش مين النهارده احسن لاعب من اول الاستوديو، لان هو فعلا
مش حد يختلف على ديانج النهارده ما شاء الله. طبعا امتياز ديانج النهارده، ويمكن قلنا في بدايه الموسم ايمن ان واضح ان كولر حط ديانج وبدا يفكر في الثاني اذا كان حمدي فتحي او عمرو السوليه، لكن هو نمره واحد عنده الاساس عنده في نص الملعب بقى ديانج اكيد طبعا يعني. ايوه صحيح. طيب كابتن عادل برضو خليني اكلمك على وجود ديانج في نص الملعب. عامل تقل سواء احنا بنتكلم على نواحي دفاعيه بس، لما هو كمان خلي بالك حته الاستحواذ والسيطره ديت هي اللي بتنقلك نقله ثانيه في بالنسبه للاداء الهجومي. يعني اولا يا كابتن اول حاجه بيعملها بياخدها وينطلق. صحيح. دي بتديك مساحه وبتخليك تعديك من ناحيه من حته لحته. ليه بيحصل كده؟ علشان بيبقى الطريق عنده فاضي. بص رجع راجع تحت الاثنين. ايوه. وقدام الاثنين السردباكات. ودي الميزه اللي فيه. ديانج عنده ميزه في كره القدم مش عند لعيبه كتير في مصر. ايوه. انا عايز لو رجعت لي تاني ديانج وتحركات ديانج انا عايزك تشوفه وهي الكوره بتجيله. ايوه. قبل ما تجيله بيعمل النموذج، بيبص الاول هو فين. مزبوط. وبعدين بياخدها ازاي. مزبوط. يعني لو جبناه بيقف في الاماكن المؤثره، تبص تلاقي زاويه التمرير ما بتبقاش بتبقى مقفوله عند لعيبه كتير، هو تلاقيه بياخد الخطوه عشان يفتح زاويه التمرير للاعب. اهو يا كابتن بص هو فين. يعني هنا هيقطع، هنا شغال قطع. تمام. لما يمسك الكوره عند رؤيه. صح. الرؤيه قويه ما شاء الله. انطلاقاته كمان زي ما انطلاقاته كويسه. كابتن شريف الباص بتاعه كويس. ايوه. الجميل بقى في الامر ان هو ايه، مش بيسيب الكوره وخلاص. هبص التحرك. أي. يتحرك. بص باصص في الحته اللي قدام. أي. هيقعد يتحرك في الحته عشان زاويه التمرير تبقى مظبوطه. ما ادالوش، هيكمل تاني عشان زاويه التمرير. الوان 3 اللي هتتعمل اهدي واحد وبيظهر في المكان كمان، هياخد هو الثالثه. ايوه. هو دي الميزه. أي. اللي في ديانج. أي. ديانج بيبقى الطريقه الهرميه في كره القدم اللي هي البدايه، الطريقه البدايه لكل لعيبه الكره، لان اي لعيب كوره في الملعب بيعمل طريقه هرميه. عشان تمسك الكره لازم يبقى طريقه هرميه، واحد يمين واحد شمال واحد قدامك مثلث. ديانج الوحيد اللي بيظهر لجميع اللاعبين. صحيح. المهم بقى في ديانج حاجه بقى تانيه بقى، عارف ديانج بينطلق امتى؟ مش في طريقه 4 2 3 1 كمان، يبقى افضل عارف في ايه؟ 4 3 3، لان بيبقى في واحد تاني دافع له شويه. دي واحده برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتقولها، انطلاقاته لانه النظر دي لو لعبها للراجل الوينج رايت كان عايز يشوط. لا يلعبها للوينج رايت، هو خد القرار اصلا الكابتن علاء قال، ولا كابتن بلال او كابتن علاء قال ان ديانج ناقصه الشوط. ايوه صح. التسديد. التسديد هو ليه تسديده ما بتبقاش مظبوطه قوي؟ لانه جاي عامل الكبير اللي اتعمل بيقل الباور بتاعه. أيوة. لانه بياخد من بعيد. بص بقى فينا كابتن. ايوه ما هو كابتن بص دائما بيبقى عندك لعيب كوره باصي بقى هنا، باصي بقى بيبقى بيعمل الحاجتين الثلاثه اللي ناقصاك. ايوه. ديانج من ده. يعني ديانج دايما يزودك لعيب اخر. انا بقول اللعيب اللي زي ديانج بتبقى بتلعب ب 12 مش بتلعب ب 11. أيوة. لانه عنده من الفكر ما شاء الله ومن القوه والتفكير انه يبقى تحت كل كوره. ايوه. بيباصي كويس، رجليه مليانه زي ما احنا بنقول، ما هو في لعيبه رجليها يعني قصيره. احنا بنتكلم في الكوره رجليه مليانه اللي هو الباص الجامد. أيوة. بس تلاقيه بيحط الباص في المكان المظبوط، يحط الباص بقوه. اتمنى ان 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 الراجل كمان يستغل ديانج في الانطلاقات دي باذن الله. كابتن بلال الايجابيات كتير، ومن ضمن الايجابيات ان انت في 3 مباريات مسجل 5 اهداف، وفي الثلاث مباريات نظافه شباك. طبعا حاجه جميله جدا لما انت اول حاجه ان انت يبقى عندك الحته الدفاعيه جيده. بالظبط. لان انت طبعا هتلاقي فرق كبيره عندها امكانيات وعندها قدرات كبيره في افريقيا او في الدوري الممتاز، في 3-4 فرق عندهم خطوط هجوميه جيده جدا جدا جدا. دي رقم واحد. رقم اثنين بتلعب في افريقيا برضو فرق تقيل، يعني تصنف من الفرق الاولى في افريقيا، اكيد هتلاقي في الدور ال 16 هتلاقي فرقه مميزه او فرقتين مميزين، بعد كده دور الثمانيه هتلاقي فرقه مميزه اكتر بعد كده. النهارده لما تعتاد ان انت النهارده تحافظ على شباكك نظيفه،
ده شيء جيد ويحسب للعيبة والمدير الفني والحارس والمنظومة الدفاعية. لكن عايز أقول حاجة، في وسط ما أنت برضو النهاردة شباكك نظيفة، النهاردة في كورتين ثلاثة كان فيهم بعض السرحان، يعني في واحدة اتلعبت لباسم مرسي اللي عايز ياخدها على فعمل خطأ مع أيوه، هي دي أخطر، ما دي أخطر فرصة، أخطر فرصة للإسماعيلي ده، غيره بعدها، ده متولي اللي عملها صح؟ لا مدبول مدبول اتلعبت، لو حطها بدماغه وكانت 0-0 نتيجه، خد بالك لو كانت لا قدر ولا جت جول كان ممكن يبقى دخلنا في حته تانية خالص، تحاول تتعادل، وبعد التعادل بتحاول تدور على المكسب. هو كان طريقه اللعب هتختلف لانه كان هيبتدي يقفل بقى، ما كانش هيفتح الملعب زي ما عمل كده الشوط الثاني. فعايز اقول كويس ان انت ما دخلش فيك اهداف، لكن احنا برضو حتى المباراه اللي فاتت كان في بعض الاخطاء الدفاع اللي اتلعبت على ملعبنا، بعض الاخطاء لان احنا متسرعين شويه، يعني بنفقد الكره في بعض الاوقات بسرعه. يعني لو لاحظت الشوط الثاني عايز في حماس وفي سرعه وفي وعايز بسرعه تنطلق، لكن لا لازم يبقى في هدوء. بس خلي بالك، عايز اقول لك حاجه، طالما انت بتهاجم كابتن وبتلعب في الهجمات اللي عليك كلها برضه ثقيله، الهجمات اللي عليك كلها هجمات مرتده، كلها كرات مقطوعه في نص ملعب، يا في نص ملعب على 18. لا قصدي ان وضع طبيعي، ممكن هتخطا خطا، لا هتسرح مره، شوف. ممكن وارد ورده، خد بالك. لكن النهارده في كام كره الشوط الثاني؟ 6-7 كور بالعدد، 6-7 كرات النهارده ممكن يبقوا هجمات مرتده سريعه على النادي الاهلي. ممكن الخطا ده ايمن يكلفك مع فرقه كبيره كابتن علي، يبقى الموضوع مختلف. انت في بيراميدز جابوا فيك جون من هجمه مرتده السنه اللي فاتت، وفرق كتير جابت سجلت فيك اهداف من هجمات مرتده. فانا بس عايز اقول ايه، انت منظم دفاعيا، بس خد بالك اخطر وقت ليه عليك وانت بتهاجم مش وانت بتدافع. يعني وانا بهاجم ده اخطر وقت، لان انت خلاص المساحات مفتوحه للفرقه الثانيه، تمام؟ ممكن ما يبقاش فيه رقابه جيده، ممكن ما يبقاش فيه تغطيه جيده للعيبه اللي بتهاجم بالنسبه للعيبه النادي الاهلي بالنسبه لك. فالنهارده دي بتبقى صعبه عليك كمنظومه دفاعيه. فانا بس عايز الحته الدفاعيه بتاعه النادي الاهلي يبقى فيها احفظ، زي ما عملت الشوط الاول بالظبط. الشوط الاول الهجمات المرتده كانت قليله جدا، لان انت اولا قافل الملعب بشكل كويس، اخطائك في التمرير قليله، ودي لازم ناخد بالنا منها بشكل كبير جدا، لان مهم جدا ان ما يبقاش عندك اخطاء كتيره جدا في التمريرات، مهم جدا ما يبقاش عندك فرصه انك تدي الفرقه الثانيه فرصه ان هي تلعب على هجمه مرتده. صحيح. النهارده معظم الفرق اللي هتقابلها في الدوري العام هي فرقه عايزه اصلا كده، عايزه فرصه ان هي تخلق فرصه لهجمه مرتده سريعه. صحيح. فانت ما تديلوش الفرصه ان هو يلعب على الحته دي، هو لو هيلعب على هجمه منظمه مش هيقدر يجريك، ما تديلوش الفرصه انه يلعب معاك في الجيم. ايوه انت مهم جدا زي ما بيقول بلال انك تجيب جول اول ما تنزل في صحيح. المباراه صحيح. مهم جدا ان ما يعديش عليك هاف تايم بحاله حاجه تانية. مش متقدم فيه حاجه تانية يعني. تغييرات المدير الفني تدي ثقه ليه نفسه. المدير الفني النهارده بيغير كريم فؤاد، بيعمل هدف وفي ايجابيه طبعا مزبوط. بيغير شادي حسين، بيجيب جول، تمام. بيغير مجدي قفشه، بينقل اللعب. فالنهارده برضو تغييرات المدير الفني تدي له هو ثقه، خد بالك كمان خصوصا لو اتغيرت النتيجه، التوقيتات كمان بتاعت التغييرات. النهارده قفشه مغير في الدقيقه 70 تقريبا، وشادي برضو مغير في الدقيقه 70، الدقيقه 72 انت مسجل هدف جول. فدي حاجه برضو خد بالك تخلي المدير الفني صحيح. يبقى عنده ثقه في نفسه، تخلي اللعيبه كمان تحترم فكر المدير الفني وتحترم يعني التوقيت بتاع التغيير بتاعه. يعني لما النهارده اغير لعيب او اغير اثنين لعيبه ينزلوا بعد اثنين يجيبوا لي جول، اللعيبه نفسها في الملعب قناعتها بالمدير الفني خد بالك بتزيد. الجمهور كمان قناعته بالمدير الفني بتزيد، تمام. طالما عملت تغيير اثر تاثير ايجابي من الشكل والنتيجه كمان، فدي حاجه برده من الحاجات الايجابيه. السبيريت طبعا العاليه جدا اللي بيلعب بيها النادي الاهلي النهارده طول على فكره طول 90 دقيقه، حتى ولو كان في بعض اخطاء التغييرات زي ما بتقول فعلا في اوقات معينه، وفعلا اثمرت بعد دقيقه او دقيقتين تقريبا. دقيقتين بالظبط، التغييرات كانت في دقيقه 70 صحيح. الهدف اعتقد كان في دقيقه 72. شفنا كريم وادي شادي ومحمد مجدي واثمرت بعد هدفين بالظبط صحيح. خد بالك يا كابتن ايمن برده من الحاجات الجيده انك تحس ان المدير الفني هجومي. ايوه بيهاجم، فكره عايز يسجل اهداف، دي من الحاجات الجيده. ودي خد بالك انت بتلاحظها في التغييرات بتاعته. هو الراجل ما بتاخرش في التغييرات، يعني دقيقه 70 جت، دقيقه 62 غير كريم فؤاد، دقيقه 70 غير ثلاث لعيبه، تمام. فدي دقيقه 82 بيغير برده عمرو السوليه وبيعمل تبديله. المباراه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت افريقيا، المباراه الاتحاد السيري هناك، انت بتغير في الدقيقه 70 ثلاث مهاجمين، صح. خد بالك ما غيرتش ولا واحد برغم ان انت متعادل 0-0،
وتعتبر نتيجه ايجابيه بالنسبه لك بره ملعبك، ولكن في الدقيقه 70 انت مغير ثلاث لعيبه فيهم اثنين مهاجمين واحد بيلعب بلاي ميكر. فالنهارده تغييرات المدير الفني على قدر الامكان كلها تغييرات هجوميه. صحيح. يعني بحييه فيها الحقيقه النهارده، ومبروك للاهلي النهارده. وفكره في التغييرات ايه؟ يعني مثلا شادي نزل مكان شريف، قفشه مكان احمد عبد القادر، مكان حمدي، لا مكان حمدي، مكان حمدي وكريم يعني مكان لعب صح. ده في الدقيقه 70 كنت متعادل مظبوط، اهو الدقيقه 72 حصل ايه؟ جبت الجول، رجع عمل ايه تاني؟ سوليه مكان سافي في الدقيقه 83 مظبوط صح، الدقيقه 83 عشان يعني يعمل اتزان تاني، يعمل اتزان لفرقته صحيح، يعني عنده استراتيجيه يعلى بيها وبعدين يقل صحيح. طيب نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظروا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. يمكن نجومنا الكبار لما بيتكلموا ببعض الواقعيه شويه، ولكن هم علشان مصلحه النادي الاهلي، علشان احنا دايما عايزين نشوف نجوم النادي الاهلي في اعلى مستوى اليوم، في افضل مستوى اليوم، لان الموسم موسم صعب، عايز شغل من البدايه، فمش عايزين ان احنا ايه، حتى لما بنتكلم عن ثغرات وضع طبيعي ان يعني هيحصل، ما انت ما بتلعبش لوحدك في الملعب، ولكن احنا بقدر الامكان بنبقى عايزين افضل شكل للنادي الاهلي ولنجوم النادي الاهلي. كابتن شريف كنت بتكلمني على بعض النقاط الفنيه اللي عايز تتكلم فيها. هو زي ما انت قلت، انا عايز اتكلم في حاجه واحده بس. انا سهل عليا جدا رغم الضغوطات اللي انا فيها والمطلب الجماهيري والمطلب اللي انا فيه ان انا لازم اكسب ولازم يكون بدي رساله قويه جدا لكل الفرق ان انا راجع وراجع بقوه، اجهزه فنيه قويه، لعيبه واقفه على رجليها تاني. انا عايز اللعيبه تلعب الكره السهله. ايوه يعني الجون اللي انت جبته انا عديت كده حوالي 12 13 نقله سهلين. أي. لعيبه شايفه بعض وما كناش جبنا الجون لسه. هو ده الشكل، هو ده الاساس. اكرم توفيق بيمسك الكره بيعور نفسه، يعني انا اكرم لو انت مسكت الكره وعملت باص وخدت خطوتين خدتها تاني وعملت باص تاني، خلاص انت سيفتي، انت مفيش اصابات. ايوه لان انت عليك مش لازم تبين ان انت اكرم توفيق بمجهودك الوافر، لا خلي ده في المنطقه الثانيه. الحماس بيبقى طاغي شويه يعني. ايوه انت قلت الكلمه اللي انا بدور عليها، حماسه زايد عليه في ادائه. ايوه يعني لازم يبقى عنده ايقاع. بص الكره الجون اللي جبناها عامل ازاي؟ الكره سهله قوي بتتنقل سهل، ما حدش قادر. خلي بالك والتحركات بص على التحركات. علاء انت قلت لي كام واحد؟ تسعه من الاسماعيلي؟ اسماعيلي ولا ليهم اي لازمه عشان تعمل انت ايه؟ باص، انت بتعمل باص الصح. باص. هل في حماس انت شايفه؟ هل انت شايف اي حاجه غير الراجل بيلعب الصح؟ خلي بالك انت ما بتفقدش الكوره كمان، انت بتلعبها من اللعيب للتاني، حاطط ايده كده بيقول له اديني الكوره. بص أي. ايمن بيقول له اديني الكوره، الراجل معاه الكوره بيعرف يباصي، باص الكوره، الراجل بيجري له وتحرك له، زادت عمل التاكلينج وخد الكوره، التاني اتحرك له لورا الخطوه بتاعته. عاجبني التحرك جدا. لا انا عاجبني الهدف كله بالمفهوم كله، ان كل مباراه لازم يبقى شكلك كده. ده 12 لمسه. ايمن لازم شكلك 13 جول. لازم شكلك يبقى اللعب السهل ده. في وجود طبعا الناس اللي هي بتبقى عامله لك نقل للحركه في نص الملعب، الناس اللي هي بتستلم من متولي، الناس اللي بتستلم من ديانج، الناس اللي بتستلم من حمدي، مش شغلة حمدي ان هو اللي يبقى البلاي ميكر. ولا شغل ديانج ان هو اللي عامل نقل الحركه دي كلها، انما لو امكن يعملها يعملها. مظبوط. في مساحات واسعه، في مساحات واسعة، في غياب نص ملعب يعملها. الاداء السهل. انا ما كنتش لعيب من الاداء السهل. ايوه كنت بلعب. ايوه. كنت عفياجي زيهم كده، واحد اثنين ثلاثه وعدي، بس كان بيبقى عندي رؤيه ازاي اسقط لعلاء. وانا ماشي اروح قاطم وحاطط واحده لعلاء يوقفها ويروح مرقص الجون وجايبها جول. عندنا لغه، عندنا رؤيه، عندنا ازاي نكسب. ما كنتش بتبص لي ليه؟ عشان انت كنت عايز تلعب مكاني. ف عمرنا ما اجتمعنا في مكان واحد انا وانت. ف السهوله بعد ما اتفرجنا وبعد ما شفنا وبعد ما بنتفرج على الفرق العالميه، بنتفرج على الفكر العالمي، بنتفرج على الدنيا كلها، لقينا ان احنا بنحط مجهود زايد قوي في تنفيذ الباص، في تنفيذ الهجمه، في بناء هجمه. صحيح. مع ان احنا بتحركات صغيره جدا ادي لك الكره اديني تاني، اروح مطلع الباك رايت، الباك رايت يتحرك له، ديانج يروح حاططها له، يتحط السحف اللي هو المثمر اللي انت جبت بيه الجون. مظبوط. يعني اديك انت ربنا بيديك النو هاو، او بيديك الهويه، بيديك الطريق، بيديك الشكل باقل مجهود. فحرام انك انت
تبقى مضغوط انك انت لازم تبتدي بدايه قويه جدا للدوري العام على حساب نفسك على حساب اعصابك على حساب عضلاتك. انت شفت حمدي فتحي عامل ازاي؟ يا عيني توت 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 وعايز يرجع يلحق زي ديانج كده وعايز يلحق يرجع مع ان هي الباص باص 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 مع وجود الحقيقه والاخر مره بقولها والاول مره وكل مره هقولها لازم يبقى في بلاي ميكر في الحكايه بيريح بقيه اعضاء الفريق كله اذا كان من الاطراف او من المهاجمين او من الدفاع. طيب تعال نروح نشوف في المؤتمر الصحفي مستر كولر قال ايه؟ يا ريت نروح للمؤتمر الصحفي. Wir beginnen jetzt die Pressekonferenz. Coach, Head Coach dann von Al Ahly Club. Sie können dann eine Zusammenfassung für das Spiel geben und dann haben Sie die Möglichkeit, drei Fragen zu bekommen, die natürlich im Rahmen des Spiels sind. Muss ich wieder ins Mikro sprechen? Nein. Hier. Gut, ich glaube, es war ein intensives Spiel. أعتقد إن كان ماتش كان ماتش قوي. Und das erste Spiel ist immer so ein bisschen in der Meisterschaft. Man muss دايما أي ماتش في بداية الدوري wo man steht. دايما الواحد بيبقى عايز يبدأ بداية كويسة. Gerade auch für uns, بالنسبة لنا بالذات. Also uns als Trainerteam, wir kennen die Liga noch nicht so genau. لسه ما نعرفش الدوري المصري كويس. Welche Mannschaften ما نعرفش مستويات الفرق spielen. وازاي الفرق بتلعب und ich glaube wir haben uns trotzdem gut vorbereitet لكن اعتقد ان احنا جهزنا الماتش كويس und es war jetzt von unserer Seite her natürlich wir haben mehr Ballbesitz gehabt طبعا من ناحيتنا احنا كان امتلاك الكوره بتاعنا كان اكتر كان عندنا فرص اكتر بكتير من المنافس aber noch zu wenig Tore geschossen لكن ما احرزناش اهداف بعدد كافي es war dann auch ein Geduldsspiel weil لان ده ماتش عايز صبر اسماعيلي auch dann schon auch die eine oder andere Aktion nach vorne gut لان الاسماعيلي كان برضه فريق قوي وبيحاول ليه فرص على المرمى وبيحاول على المرمى Und dementsprechend, glaube ich, ist der Sieg verdient. لكن اعتقد ان الفوز فوز مستحق جدا. Auch wenn er knapp ausgefallen ist. حتى لو النتيجه تبدو ان هي ضيقه او قريبه. Der Anfang dann in der Afrika-Meisterschaft war gut. Und die ägyptische Liga hat auch dann gut begonnen. Was sind deine Eindrücke über die ägyptische Meisterschaft jetzt nach einem Spiel? Ja, ist natürlich schwierig. Also, so wie ich mitbekommen habe, sind die Spiele immer sehr eng. Aber ich habe mitbekommen, dass die Spiele immer sehr eng sind. Aber ich habe mitbekommen, dass die Spiele immer sehr eng sind. Aber ich habe mitbekommen, dass die Spiele immer sehr eng sind. Aber ich habe mitbekommen, dass die Spiele immer sehr eng sind. Aber ich habe Und sie waren dementsprechend auch sehr motiviert. وده كان واضح جدا ان هم كان عندهم دوافع كبيره جدا في الماتش. Gutes Spiel gezeigt. يعني لعبوا كويس يعني ماتش كويس وده صعبوا علينا المباراه. Aber wir haben schlussendlich den Sieg geholt, den er لكن في النهايه احنا حصلنا على الفوز اللي احنا كنا عايزينه من البدايه. Am Anfang dann, ich gratuliere für dann die ersten drei Punkte in der Meisterschaft. Der Anfang dann ist immer gut für die, oder wichtig für die Mannschaft. Habt ihr dann einen Plan über die Tore zu verschießen, die wir jetzt heute gesehen haben? Dass die Stürmer dann, also einen Plan, dass die Spieler besser die Chancen Ja, das ist natürlich Training, das ist Sicherheit und schlussendlich auch natürlich Siege, wenn du Siege holst, kriegst du mehr Selbstvertrauen. وبيساعد على انهاء المشكله دي. Diese Sicherheit, die versuchen wir im Training natürlich الثقه دي بنحاول ان احنا بنتمرن عليها في التمرين كل يوم. Und da sind wir dran, aber واحنا شغالين على ده. Ja, wir müssen noch mehr arbeiten, müssen noch mehr tun. محتاجين لسه شغل كتير, محتاجين ثقه كتير, محتاجين تمرين كتير. عشان احنا نقدر نحول كل الفرص اللي بتجي لنا دي لاهداف. Da haben wir zu viele vergeben. لكن احنا فعلا بنضيع ضيعنا جوان كتير النهارده. أشرف صديق aus der صوت الملاعب. Als ich vorgestellt. Ich habe meine Frage dann über die Wechselspieler. Hat der Wechsel dann was gebracht
besonders Karim Fouad hat dann anstatt dann von Abdul Kader gespielt. Das ist eine ganz komische Position. Können Sie das erklären? Ja, er hat im Training gezeigt, dass er sehr schnell ist. Karim, außerhalb des Tamrin, auch sehr schnell gegangen. Und ich habe natürlich auch gedacht, wenn der Gegner dann natürlich tief steht, ist es wichtig, dass du mit Schnelligkeit über die Seite kommst. المنافس بيطلع لقدام كتير وفي مساحات كتير وراه فانا اقدر العب على السرعات. Die Auswechslung ist voll aufgegangen, weil er hat das Tor vorbereitet und طبعا التغيير يعتبر ناجح جدا لان لعيب عمل هو اللي صنع الفرصه واللي نزل برضه هو اللي احرز الهدف فده اكبر دليل على ان التغييرات موفقه. Ich willkommen in Ägypten und ich gratuliere über den Sieg. Ein Problem, das wir letzte Saison viel gesehen haben und ist weitergeblieben, dass wir zu langsam dann den Spielaufbau, viel Fehlpässe auch. Wann sehen wir Al Ahly spielt wie oder entwickelt sich wie in Europa? Ja, also das sind natürlich viele Faktoren. Ne? Wie anders der Kitir geht? Knapp, also, ja, was sind wir schon? Eineinhalb oder fünf Wochen, ja, also noch nicht mal zwei Monate hier. Wir waren nicht hatte Schahrin hier, wir waren hier eben fünf Monate. Ich glaube, es ist auch schwierig, mit Europa zu vergleichen. Es ist schwierig, dass wir die Kura hier mit der Kura in Europa vergleichen. In Europa viel härter. Die Malaib in Europa sind mustauer, aber das bedeutet, dass die Kura in der Kura in der Kura ist hier weicher. Die Kura in der Kura طريقة شوية عن أوروبا فالكرة ما بتمشيش بنفس السرعة اللي بتمشي عليها في أوروبا وده بيبقى أصعب للعيب عامة وده احنا بنتمرن عليه كل يوم واحنا بنحاول ان احنا المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه نحسنها ان احنا نلعب مع بعض تبادل التمريرات كل ده بنشتغل عليه كل يوم بنتمرن كتير بالكوره عشان نقدر نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه لكن ده مستحيل يتغير في يوم وليله اي تطور بيحتاج وقت Ihre Meinung dann über die, den Spielplan? Er hat gesagt dann über die Frage der nur Spielplan zum Spiel. Ist nicht meine Aufgabe. Gador Dauri, das ist meine Mussuliyeti und nicht meine Aufgabe. Chukran. كلام واقعي من مستر كولر ويمكن كابتن علاء مستر كولر قال مستر شريف ما كابتن مستر شريف هو اللي كان لا كان لسه عايز يعلق على حاجه شريف لا ولا حاجه لا بنشكر مستر كولر على الاداء النهارده قال المباراه كانت قويه وطبعا كانت صعبه لان في بدايه الدوري وكل فريق بيبقى عايز يبدا بدايه متميزه دي حقيقه وكلمنا قبل الاستوديو قلنا كده الكلام ده كله ايمن ان المباراه كانت صعبه ودايما البدايات اهم حاجه البدايات دايما صحيح يمكن مش عايز اقول حظ النادي الاهلي النادي الاهلي بيلعب على طول فما فرقش مع مين هيقابله في الاول لكن لما بتبدا الاول مباراه مع فريق كبير زي الاسماعيلي بتبقى صعبه غير ما تبدا بالتدرج اللي كان بيتكلم عليه عادل تبدا بالتدريج واحده واحده بس انت بدات قوي مظبوط بس في نفس الوقت كويس يعني انا كويس بس انا عايز اسالك في النقطه دي بالذات يعني انت شايف ان في تدرج في المستوى في ارتفاع المستوى من المباراه الاولى عن مباراه الاسماعيلي عشان المنافس مختلف قلت لك انسى اول مباراتين بتوع الاتحاد المنستيري انساهم تماما والبطوله مختلفه دايما يعني دور 32 بتبقى لحد كبير الفريق مش في حجم النادي الاهلي لكن بدايه الدوري العام مهم ثلاث نقاط وبتقابل الاسماعيلي صح فكل الامور موجوده دايما انك المباراه تبقى انت وقعت في مباراه قويه وقلنا في كلنا يمكن اجتمعنا قلنا الدوري السنه دي صعب كله عمل تدعيمات قويه جدا اسماعيل عمل تدعيمات كتير جدا 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 تختلف تتفق مع بعض اللعيبه مش يعني مش صحيح. مشكلتنا النهارده طب لو احنا اتكلمنا كابتن على اهم النقاط الفنيه اللي لفتت نظرك النهارده في اداء النادي الاهلي اول حاجه النهارده في رغبه جامده قوي الفوز ده مهم قوي كويس في تحركات كويسه جدا في الثلث الاخير اللي هو الحاجة اللي دايما انت مستنيها لانك انت دفاعيا انت بيجيش عليك ضغط هجوم كتير يعني لحد ما مش مضغوط طول المباراة
في نص الملعب بتقدر تطلع كره سليمه بوجود ديانج. طول ما ديانج موجود في نص الملعب وعنده ارتكاز، تاكد من دايما ما عندكش مشكله في الحته الدفاعيه، ما عندكش مشكله انك تنقل الكره للثلث الاهم الهجومي. هنا بقى الشغل كله هايم. واضح ان كولر مهتم بالمنطقه اللي هي 30 يارده الاخيره دي، مهتم بيها كويس قوي، وبيدور على لعيب سريع ومهاري قوي. يعني هو دايما خصوصا على الاطراف في الثلث الاخير، في الثلث الاخير. والتحركات انا عجباني النهارده التحركات كلها، حتى تحركات محمد شريف قبل ما يخرج بيتحرك كويس النهارده. سيبك زي ما كان بلال بيشرح، لكن بيتحرك. هو يهمه الثلث الاخير، الثلث الاخير انت اللي عايز فيه تحركات كتير قوي، لان انت دايما لو عملت كده احصائيه كل مبارياتك انت دايما انت امتلاك الكره عندك عالي جدا. صحيح، كل دايما الكره معاك انت كتير مهما كان مين المنافس، لكن انت مهم قوي حته التحرك الاخير ده. كولر مهتم قوي باللعب على الاطراف، ما بيحبسش الاختراق من القلب، قليل جدا. لكن هو هي فلسفه كل مدير فني. يعني في مدير فني كان كابتن شريف كان بيتكلم دلوقتي على حته الاختراق من القلب، في مدير فني يحب الكره في على الاطراف بس عايز اختراق من القلب من بين السردباكين او واحد بيطلع من الخلف الامام. لا، واضح ان كولر بيحب يوصل بالكوره لحد الاطراف، ودي واضحه قوي في طريقه لعبه. يعني في طريقه اختراق احمد عبد القادر لما في الجول اللي جابه في المباراه اللي مش دي اللي قبلها، في هدف النهارده. انت بص النهارده كريم وصل لحد فين. صح، لكن النهارده في حاجه كويسه انا لفت نظر، التسديد. عادي كان بيتكلم على ديانج ان هو قليل التسديد، لكن واضح ان برضو بدا الراجل يتكلم على ان لازم لعيبه نص الملعب اما يوصلوا المنطقه دي يفكر في التسديد. مش مشكله طلع واحده واثنين وثلاثه، مش مشكله، لكن هتيجي واحده او هتبقى ميزه. لان ممكن لعيبه الاسماعيلي او مدافعين نادي الاسماعيلي، يعني بص دي، بص هجمه سريعه، بص طبعا كان بلال بيتكلم عليها دي من بدري، بتاعت احمد عبد القادر من بدري. يعني سيبك من اللي جري، سيبك من محمد شريف، ده في واحد هنا وواحد هنا من بدري. صح، اللي خلى عبد القادر اخطا في الكره دي يا ايمن القرار اتاخر قوي. فاضطر عمل أسوأ قرار اخده، لانه مش شايف يا كابتن. مش عشان هو بص يا بلال، هنا بص يا بلال، هنا حلو قوي اللي عديت، هنا كمان كمل، هنا بقى كل لمسه لازم انا هقرر هعمل ايه. صح، يعني كل ما القرار بيتاخر انت بتقرب للمدافع، انت لحظه تفكيرك بتبقى قليله قوي. ايوه، وبعدين خد أسوأ قرار يعتمد على نفسه، لان هنا في الفتره دي عبد القادر وشه في الارض. وشه في الارض مش واخد قرار. لا احنا ممكن نرجع تاني، معلش عشان بس اتكلم مع كابتن علاء في نقطه فنيه مهمه جدا، والكابتن شريف برضه ماشي. شريف اتكلم على فكره. لا عشان كان مهاجم وكون هو كان جامد بصراحه، كان جامد، كان مهاجم جامد. بس لا بس نقف هنا. لا انا عايز بس اتكلم على نقطه واحده بس. لو احمد عبد القادر واخد الكوره ورايح من البدايه، انا وجهه نظري ان شريف كان يطلع بره الصوره دي عشان يفضي للي بعديه. كويس، نكملها بقى. الحاله يعني شريف كان لازم لا شريف كان من بدري يطلع لا يروح على بره خالص عشان ياخد الراجل ده معاه، والراجل ده يروح على الجول فاضي، فتح له السكه احسن. بالظبط كده، بالظبط. اقول لك حاجه كمان احسن. اتفضل يا كابتن. سافيو كان رايح. اتفضل يا كابتن. سافيو راح. الحاله دي عشان انت بتتكلم فيه ده يبقى نموذج قوي. احمد عبد القادر يخش ياخد الكوره يخش لجوه، ما يفضلش مكمل على الخط اللي لبره ده. هتبقى حركه محمد شريف اسهل لبره، راح لطاهر محمد طاهر. وكويس، وطاهر هيبقى هنا فاضي جدا. لكن بص يا ايمن، وسافيو هيبقى فاضي. هو في كل الاحوال يعني سافيو كمان لازم يعني التحرك الخطوه هنا اللي هنا عادل بص يا عادل كابتن. بس بص لعيبه سافيو، سافيو كان ممكن يعني يلعبها. بص يا انا هو صح يا عادل، على فكره سافيو ما كانش لازم يضم قوي على على محمد شريف، يخلي محمد شريف ياخد انتباه الاثنين المساكين والخطوه. بص احنا عاملين نشيد بشادي ليه؟ الخطوه خدها ورا طبعا. على فكره في كره القدم مش مهم التحرك بقى لقدام افيد. الخطوه اللي ورا لو اخدها سافيو افتح له بالظبط، هيسهل على احمد عبد القادر. خد بالك ممكن تروح الناحيه الثانيه. احمد عبد القادر خلاص زاويه التمرير بالنسبه له قفلت، فمش شايف وشه واقف في الارض. كويس، لكن هو الخطا الاكبر عند عبد القادر من بدري. لكن هنا عارف انا لو هو ذكي شويه مهما الامور تبقى صعبه ما خدش القرار ده. مظبوط، لان القرار ده قرار سيء. الكره اتقطعت منك، اربعه اتضربوا ومتضايقين، بيعطي هجمه وهجمه جول. ممنوع تروح بقى للمدافع لغايه
قدامه في وشه كده وعايز يعدي منه يتعدي وانت جاي بسرعة. من قبلها بخطوتين يا كابتن شريف. هو كمان خطوتين هو بدنيا لما تروحش عايز تعدي من بدنيا 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 يا بلال انت عامل كميه جري بالكره كتير قوي يا كابتن هو شريف هو ما وصلته قدام فانا خلاص ما ينفعش راح منه الباص راح منه بناء الهجمه أي. عايز بقى يعمل ايه قال يعني بيموه وياخده ويروح خلاص بقى فراح ده وصل لغايه عنده عايز بس اقول لك فشاركه في الكوره من بدايه يعني من بعد ما رقص يعني حتى معلش من الاول من بعد ما رقص هو عبد القادر مشكلته ان هو دايما باصص في الارض يعني دايما باصص في الارض يعني حته فكره ان انا حلوه دي من شريف انا عاجبني تحرك شريف النهارده والله النهارده برده في 18 كان المشكله كان عادي بيتكلم ان هو محتاج هدف انا شايف ان ده جول حلوه جدا جدا رصديه عملها الماتش اللي قبله برده بس صعبه زاويه مقفوله صعبه حد ورا بلاش لا كابتن كانش في حد حلو ما انا عارف طبعا هو ده الحل الوحيد فعلا خد بالك هو عملها برده الماتش اللي فات يعني الماتش فات نفس التحرك ونفس الباص يعني هات بس الكره بتاعت عبد القادر كده كابتن بعد اذنك يعني نجيب بتاعت عبد القادر تاني اللي هو للاربعه ضد الكوره دي فرق كتيره جدا بتشتغل عشان تخلق واحده زيها فرق كتيره جدا جدا بتلعب 90 دقيقه حلوه دي من سافيو برده علشان تروح بكره زي اللي فاتت دي تسديد لا النهارده في كم تسديد ايوه دي حاجه كويسه ودي حاجه ودي حاجه مظبوط لا مش هي دي هي دي لا مش هي دي الكوره لا 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 ده عبد القادر دي الباصه بتاعت عملها حلو دي عبد القادر قوي واقطع شريف على الباصه وشريف خلي بالك راح للكوره كويسه انا بس عايز بس هدي تاني معلش برجع وبعد اذنك الكوره بتاعت شريف دي تاني بعد اذنك صح نجيب الكوره دي مره ثانيه بعد اذنك ماشي يا جزار بص لا لا اللي فاتت مش دي معلش هيرجع يجيب ده اللي انت عايزه دي الاولانيه بص يا كابتن حط الكره تحت رجله ابتدي ابص بقى لازم هنا هنا ابص ما ينفعش بقى افضل تك ازق ما خد بالك انت كل ما بتروح على المرمى كل ما المسافه بتضيق خد بالك وكل ما اللعيبه من ورا يعني فرقة الاسماعيلي لان انت سرعتك بالكوره اقل من سرعه اللعيب اللي بيجري من غير كوره ده وضع طبيعي لان تركيزك اعلى الرسم المعمول ده على فكره لحد كبير صح لو الكره اتعملت هنا طب محمد شريف في الانطلاقه دي زمان يا كابتن على فكره صح يا كابتن علاء عارف زمان كان بيعلمونا ايه في الكره دي لو ترجع شويه معلش برجع بعد اذنك كان يعلمونا لما يبقى في اثنين فراوده واحد بيجري يبقى في تعمل شيفت مظبوط تمام بحيث ان انت تخلق مساحه يعني الطبيعي بقى شريف يجي عارف يقوم جاري كده الناحيه يا كابتن ويوم عبد القادر جاي على اللعيب بقى يعني كده يخش عليه بقول لك يقطع عبد القادر بالظبط يعني ما يخليش لبره محمد شريف كان ممكن يريح الباص وليه مش كل ده يتعمل بالباص ايوه ما احنا بنقول لك الاول يعني بنقول الحلول بس اللي انا عايز اقوله يا كابتن بلال ان انت الكره الثانيه معلش الكره الثانيه ان انت احيانا خلينا في الكره دي ان انت احيانا كفورورد مش لازم انت اللي تستلم مش بالضروره انت ممكن بالظبط كده انت ممكن تعمل تحرك يفتح لزميلك ان هو يبقى رايك بنسبه كبيره جدا هو اللي يجيب الجول يا كابتن ايمن هي الفكره بس في دي ايه ان اللعيبه اللي اتحركت دي اتحركت على باص من اول لمسه من بعد ما حط كره تحت رجله فده تحرك ده مش تحرك يعني لو هو من هنا كل التحركات دي غلط ليه لان المفترض خلاص بقى يبقى المفروض يجي شريف كده الناحيه دي يا اما السرد باك هيسيبه فيبقى لوحده ويدي فرصه يا اما السرد باك يكمل مع عبد القادر تاخد يا كام ويبقى شريف لوحده يا اما يروح مع شريف ويدي فرصه لعبد القادر انه كمان يضم بالكوره انما اللعيبه دي جريت بعد ما حط عبد القادر الكوره ده كان تحرك نموذجي بعد ما استلم الكوره تحت رجله بعد كده لا بعد كده كل تزويده بالكوره ثانيه بتقلل فرصتك انك تجيب جول فاهم قصدي انا بقفل على الناس ما انا بقول لك بتقلل فرصه خلاص بص هم ابتدت البطء اهو انت بدات تبطئ سافيو بطئ شريف بطئ عشان الاوفسايد ده طاهر محمد طاهر ابتدى برضو ايه ده هو كمان يعني عايز الفكر الاولاني لعبد الاول عبد القادر هو عبد القادر هيعمل ايه فاهم قصدي انا عايز اتكلم بقى على الكره دي بس بنفس الوقت في الحته دي اوكي في الحته دي كده ايوه كابتن كتير الاثنين بص مين سافيو ومين اللي قدام سافيو محمد شريف شريف ايوه تعرف ان احيانا كتير الاثنين دول بيطلعوا بره اللعب خالص علشان السبعه عشان ده يبقى هو اللي ياخدها ويجيب جول ده اللي انا بتكلم فيه طاهر ده. عشان طاهر يجيب ده اللي انا بقوله عارف بيخرجوا بره خالص يعني انا بقول لك على شريف كده في الكوره دي ممكن كابتن شريف يجري بره ويروح اوف سايد وبرده سافيو يروح بره عشان ياخدوا الاثنين لعيبه دي بقى عنده اثنين تشويز لا ده هو اللي بياخد طاهر انفراد هيبقى عنده اثنين تشويز بقول لك مش شرط انت اللي تاخدها حاجه بقى المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها في تكتيك اليوم في العالم كله ايوه ان اللي جايين من تحت هم اللي بيجيبوا الاجوان دلوقتي في حالات كتير يعني دلوقتي في كل حاجه ليه بنزيما شفته جابها ازاي كله مفيش
ما فيش حاجة اسمها راس حربة. حتى هالاند مش راس حربة. ده راس حربة. لا هالاند ده راس حربة. لا لا ده راس حربة انا عادل. اقول لك يا كابتن بيعمل ايه؟ بيتحرك في كل حتة. ايوه. هالاند بتاعنا هو جاب مش واقف مش متمركز لانك انت قلت كلمة قلت ايه؟ اللي هيجيب جول مش لازم الراس حربة. الراس حربة ممكن افتح لي لعب. طيب انا مين بيه اكتر واحد؟ مين اكتر واحد يا كابتن؟ مين اكتر واحد يقدر ينفعك دلوقتي في الوقت ده؟ اللي جاي من تحت بس يكون واعي وناضج. ما يجريش بالكرة وبس. اولا لازم النظرة من البداية. النظرة من البداية والتحضير اهم من اللعبة. التحضير اهم من اللعبة. بمعنى انا لو عبد القادر رافع عيني من الاول كنت اتصرفت كده. لكن هو اول قرار ليه ايه؟ هو عايز يروح هو عادل. عادل افساد الهجمه دي ان هو فكر في الفرديه الاولانيه في الفرديه عايز يروح وقدر يلعبها. لا الدنيا قفلت. لا خلاص اعمل بتاعتي. ما بيلعبهاش الا كان وصل كان وصل للمدافع. هي هي دي مشكله عبد القادر. لازم يغير الفكر ده. بتكلم على عبد القادر بقول لك الجماعي لازم يفكر الا الاول اباص الاول. لكن امتى استعمل مهارتي دي ليها اماكن لكن مش في كل الاماكن. يعني ازاي من نص الملعب عايز اجري بالكره لحد ما اوصل انا الماتش اللي فات انت فاهمني الماتش اللي فات هو جاب الجول ليه؟ جابه ازاي الماتش اللي فات؟ ومنين؟ منين؟ ومساحه الجري اتحرك اتحرك والكره جات له غير كوره لا ومساحه الجري قد ايه قبل كانت بسيطه جدا فاهمني اتحرك كويس قوي واستخدم مهارته كويس جدا مره شاطها جامد جدا صح ليه خد حطها كويس جدا الباور بتاعه ايوه هو عنده لسه باور لما اجري من نص الملعب بالكوره كل المسافه دي مش عايز اباصي اما اجي اخد قرار طبيعي هبقى تعبان بالذات عبد القادر مستر كولر كمان كابتن بلال قال ان احنا جهزنا الماتش جيد جدا كان عندنا فرص كتير ما استغلناهاش كان الفرص ما احرزناش منها اهداف بعدد كافي الاسماعيلي فريق قوي جدا حاول على المرمى ولكن اعتقد ان فوز مستحق حتى لو كانت النتيجه بفرق ضئيل من الاهداف ايوه 1-0 هو مش ضئيل هو يعني هو نتيجه 1-0 نتيجه برضو بالظبط والله كان هو ده مكسب والله لا اصل نفس الكلام اللي طبعا اللي احنا اتكلمنا فيه بص انت برضو احنا مش بس الماتش ده بنعاني من اضاعه الفرص احنا بقى لنا سنتين ثلاثه بنعاني من اضاعه الفرص النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي بتوصل النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي بتخلق فرص حقيقيه للتهديف السنه فاتت النادي الاهلي كان اكتر نادي خلق فرص اهداف كتيره جدا محققه اهدرتها السنه اللي فاتت من فرص تكاد تكون نسبه التهديف فيها 90% 90% اهداف كتيره جدا جدا النهارده كمان الكره اللي بالهيد دي فرصه كره محمد شريف اللي بالهيد برده فرصه شريف ثانيه اللي بالعرض دي فرصه انا بتكلم على الفرص الحقيقيه النهارده كم تصويبه على المرمى النهارده في 5-6 تصويبات النهارده على المرمى انت النهارده حقيقه الاهلي استحق الفوز وبجداره النهارده على الاسماعيلي الاسماعيلي عمل ماتش جيد في حدود امكانياته في حدود وادى اداء جيد يعني المباراه النهارده لما تيجي تصنفها تكون مباراه كره قدم حقيقيه مباراه حلوه مباراه حلوه ما بين النادي الاهلي اللي بيسعى جيدا ان ياخد بطوله الدوري العام السنه دي بشكل جيد ودي بدايه اعتقد من وجهه نظري بدايه جيده للنادي الاهلي برضه يعني هو بيتكلم على الفرص اللي انت قلت عليها برضه يعني طبعا اكيد انا برضه لما اجي اتكلم لازم اشوف نفسي انا فين في انهي ماتش انا في اول ماتش في الدوري مظبوط تلعب قوي لعبت مباراتين قبل كده بس احنا هنخرجهم بره الحسابات لان المباراتين التانيين لهم ظروف مختلفه ولهم وضع مختلف وليهم حسابات مختلفة والمنافس مختلف والأمور كلها مختلفة والماتش ده ليه حسابات مختلفة تماما انت عارف طبعا ده دوري عام ده دوري عام انت انت عايز يعني تسترجع قوتك فيه عايز الدوري العام السنة دي يبقى موجود في الجزيرة ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله البداية مع فرقة كبيرة فرقة محترمة نادي الإسماعيلي فريق محترم عنده خد بالك عنده دفاع جيد عنده خط وسط جيد عنده مهاجمين عندهم سرعات وعندهم مهارات عالية لكنك قدرت تتحجم من امكانيات نادي الاسماعيلي الا في بعض الاوقات اللي كنت انت متسيد وبيلعب هو على هجمه مرتده سريعه يعني انا اسف بلغه كره القدم انت خليته زي الفرقه الصغيره تمام في الاداء يعني مش في مش في الاسم عشان برضو الناس ما حدش يعني يطلع يتكلم علينا يعني خليته في الاداء كفرقه صغيره بتلعب على هجمه مرتده سريعه ده اللي انت عملته في نادي الاسماعيلي النهارده ان خليته النهارده بيدور او بيحاول انه يكتشف حل بالحلول يعني جريده النهارده واحنا قاعدين بره احنا قاريين ان هو بيدور على هجمه مرتده سريعه عشان هي دي الحاله الوحيده اللي يقدر يسجل فيها هدف
في النادي الاهلي. ده جول من ضمن الجول اللي انت قلت عليه، ده هدف مؤكد يا شريف. دي الكره اللي بالعرض، دي الكره اللي اتقطعت، عملنا بريس جامد جدا، استرجعنا الكره من لعيبه النادي الاسماعيلي واتعملت بالعرض، وشريف شريف العلاقه كويس جدا على فكره. يعني شريف نرجع الكره اللي فاتت دي بعد اذنكم مره ثانيه، دي واحده من التغطيه بتاعت اليو ديانج والانطلاقات بتاعته. لا ده ده بعيد، بص غطى وطلع وسرعه وانطلاقه وحاجه. لا انا عايز الكره اللي احنا حاجه جبناها واتلعبت بالعرض لشريف. بقول لك يا بلال. نعم يا كابتن. طرد طاهر محمد طاهر. ده هتكلم عليه بس في الاخر. الفرصه دي خد بالك، دي الفرصه دي بص خلي بالك، ده لولا انه حط رجله برضو ديانج هو اللي هيلعبها. هو اللي هيكمل. بص هيكمل ازاي. بص يا ايمن. ايه يا كابتن. هل يا هنا بقى هنتكلم عليه في الاخر؟ هيبقى في هنتكلم عليه في الاخر. سيب الاخر. طب تعالى لي انا في الاخر. لا ماشي اوكي. بس هي انا قصدي على الكره اللي هي بتاعت دي الكره اللي بتاعت باسم مرسي اللي اتعمل معاها خطا. مش عارف دي واحده من ضمن الحاجات اللي قلت فيها. لا دي مش صراحه، دي واحده يعني. دي اخطر فرصه للاسماعيلي النهارده. اخطر فرصه للاسماعيلي النهارده الحقيقه هي دي الفرصه بتاعت باسم. دي ما فيهاش اي حاجه خالص، ما اعرفش هم عايزين بيشاوروا على ايه. لا ده بص دي برده واحده من الحاجات بتاعت شريف لازم يحاول يعني دماغه. انا كراس حربه دي بتاعتي يروح نص خطوه بس كابتن. نص خطوه في القريبه جول. يعني في يعني دي فرص احنا كفراوده بنعتبرها فرصه محققه. يعني انا النهارده كفرود بستنى واحده زي دي طول الماتش. ايوه ودي طاهر بقى. ده طاهر. هو الحقيقه لعبها كويس يعني. طاهر صعبت عليه لما الواد حط طاهر لعبها كويسه. مش يعني اتلعبت كويسه منه الحقيقه. ايوه دي اعتقد دي كانت تسلل تقريبا. دي كانت تسلل والشناوي طلع فيها كويس. الشناوي اتعامل معاها بشكل كويس قوي. ما حسناش بالشناوي النهارده خد بالك. صح يعني النهارده برضه احنا قاعدين ما حسناش بالشناوي. دفاع الاهلي جيد مظبوط يعني الحقيقه. تنظيم كويس، منظم بشكل كويس، بيضغطوا كويس. التغطيات اللي بيعملوها تغطيات جيده. في بعض الاوقات بنبقى بس عاملين ستريتش للملعب، بس ده في بعض الاوقات لما بنبقى في حاله هجوم. وانا يعني اتمنى من مستر كولر الفتره اللي جايه يبقى يعني نراعي الحته دي. وانت بتهاجم ما تبقاش عامل يعني ستريتش مسافات بعيده ما بين، لان خد بالك برضو النهارده لو هم فت 100% كان ممكن يعملوا قلق في الكرات المرتده. ايوه فعايز يعني اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي دفاعين يبقى الامور يعني اللعيبه اقرب لبعضها من كده. هو اتكلم برضو من ضمن الكلام زي ما انت قلت انه يعني خلقنا بعض الفرص النهارده واهدرنا فرص سهله. يعني النهارده اهدرنا فرص سهله ولكن المكسب بيجيب ثقه. يعيد الثقه للعيبه والمكسب مطلوب في الفتره دي عشان الفتره اللي جايه. هو اتكلم بواقعيه وخصوصا على الجزء الخاص باهدار الفرص. انا ممكن اتكلم عن اهدار الفرص كناحيه سلبيه ولكن هو اتكلم باسلوب عقلاني جدا فيها. الراجل بيتكلم كمشاهد لفرقته والاحداث المباراه اللي حصلت. طبيعي جدا اللي احنا شفناه ده كله ان فرقته وصلت للجول. ايوه طبيعي جدا ان احنا كنا بنقول قبل الماتش والرغبه في الفوز والحاجات دي كلها اللعيبه هي اللي بتصنع كل شيء. فهو مبسوط. مبسوط من فرقته واكيد هيتكلم معاهم. خدت بالك في الحاجات الصغيره دي يعني ادي الشوط ادي اكيد الكلام ده اتكلموا فيه في المحاضره. مش ده بس اللي بيشوط. دي الفرقه كلها بتشوط النهارده من اي حته ومن اي مكان. يعني عندهم تعليمات لازم يجربوا النهارده. ده الشوط مين؟ مجدي قفشه؟ الشوط طاهر محمد طاهر. بص كريم. لا هايل ما شاء الله. دي جون كانت قبلها كمان. بص هي دي. ايوه ف ده سافيو. ده سافيو بير محمدي. فدي الاهداف اللي بيكلمك عنها مستر كولر النهارده. يقول لك انا رحت كتير وضيعت كتير وخلقنا كتير فرص. فدي اديله شيء من الطمانينه ان هو مش صح. اللعيبه اللي هي في الملعب دي بتادي له الاداء اللي هو يتمناه. صح. غير انهاء الهجمه. صحيح. انهاء الهجمه هو ده اللي هيبقى كتير جدا من التجارب اللي هتحصل في المباريات كلها من التدريبات. النهارده الثقه انت خدت ثقه كبيره جدا. اللعيبه النهارده كلها خدت ثقه انها تقدر تكسب. وتكسب فرق كبيره. وان ده شكل النادي الاهلي هو المسيطر هو الكومباكت هو اللي بيضغط هو الكره الثانيه بتاعته. كل ما الباص بتاعك سليم انت ما عندكش مشكله خالص في اي حاجه. طول ما انت بتطلع باطرافك واقف على حيلك والتنظيم الدفاعي اللي قالك عليه بلال النهارده ما شفناش. مرتين شفنا الشناوي فانت مش صح. انت كل حاجه مش صح. عندك البدائل وعندك التنظيم وعندك نقل الحركه وعندك حسين اشاعات لسه ما شفناهوش كمان. يعني النهارده كنت فاكر ان هو ده كان هيبقى تغيير من التغييرات. يعني عندك لعيبه لسه
جايه عندك كمان عندها مخزون وتقدر تبقى موجوده. كنت بكلمك قلت لي هرجع لطرد طاهر. طرد طاهر ده انا شايفه ان هو هيرجع مستر كولر ان هو يقدر يجيب سافيو ده ناحيه الشمال بقى او ناحيه اليمين او ويحط قفشه من الاول بقى. لا يعني هيفتح له الباب عنده هيفتح له الباب لحاجات كتير جدا لغايه لما كنت معانا ارقام المباراه. النادي الاهلي في الاستحواذ 54%، نادي الاسماعيلي 46%، محاولات على المرمى النادي الاهلي 25 محاوله، 6 بين الثلاث خشبات، نادي الاسماعيلي 5، 0 بين الثلاث خشبات. التمريرات الصحيحه النادي الاهلي 316 من 399، نادي الاسماعيلي 232 من 340. نسبه التمريرات الصحيحه 79% للاهلي، 68% للنادي الاسماعيلي. الركنيات 11 ركنيه للنادي الاهلي مقابل 8 للنادي الاسماعيلي. حالات التسلل 1 على النادي الاهلي، 2 على النادي الاسماعيلي. تقريبا بنسبه كبيره جدا كل الارقام في صالح النادي. كل ارقام ده اللي احنا بنتكلم فيه، رغبه اللعيبه في الفوز. وديتك لكل بترجم الارقام دي، رغبه اللعيبه في التمرير السليم توصلك لكل عدد التمريرات دي والشكل اللي انت كنت موجود فيه خلال المباراه كلها. فانا هقول لك على حاجه، مبروك. وانا من ماتش تونس للماتش الثاني للنهارده فعلا زي ما قال عادل وزي ما كان اللعيبه كلها قالت او التدرج قالوا كله، التدرج مرتفع مظبوط، مش تدرج مين في مصر كان بيقول ان الاهلي هيروح يكسب في تونس؟ خدت بالك؟ 20-30% اللي كانوا شايفين كانوا يقول لك ايه، نرجع نأدي مباراه جيده وكويسه ونكسب هنا ونعدي من بطل تونس اللي عملوا له في السوشيال ميديا يا ما هنا يا ما هناك. انما انت كسبت هناك وكسبت هنا، ففي تدرج واضح وفي شكل واضح بعيد خالص عن عدم الثقه والاصابات والمجهود والجهد اللي انت كنت فيه قبل كده. أيوة. والبعد عن الكوره وبتاع رجعك، عندك اشتياق لكل اللعيبه، اللعيبه كلها عندك سكواد دلوقتي. اقدر اقول ايه؟ اقدر اغير قفشه، اقدر اغيب حسين، اقدر اطلع اي حد وانزل كريم واعمل وانزل محمد هاني واطلع اكرم عندك جميع السبل لغايه ما نوصل لبديل معلول. يعني انت فهمتني ازاي؟ انا لحد دلوقتي الشكل ده كله ناقصني، انا لو في حد غير معلول نشوف الدنيا هتمشي ازاي، وهو ده هيبقى التغيير الامثل واللي لازم نفكر فيه برضه في نفس الوقت. صحيح. عشان ما يبقاش المجهود على معلول بهذا الشكل. كابتن علاء، يمكن نتكلم برضه في النهايه مستر كولر على التغيير اللي انتوا اتكلمتوا فيه، تغيير كريم فؤاد. انا كنت حاسس ان عايز واحد سريع ورا دفاعات نادي الاسماعيلي. هو بيلعب ودي انت قلت نفس الكلام كابتن بلال برضه، فقال لك عشان كده انا فكرت في كريم فؤاد. الراجل بيتسم بسرعه، استغلته وكان من ضمن الاستغلال طبعا الهدف اللي هو صنعه. فهو برضه زي ما قلتوا كده، التغيير لما بيثمر عن ايجابيه من الايجابيات بيديك ثقه بالنفس كمدير فني، وبيدي لاعيبتك برضه الثقه بالنفس في مديرهم الفني لما بيصفر عن ايجابيه. دي حقيقه، هي فلسفته كده، فلسفته زي ما بقول لك انا، ان هو عايز في الثلث الاخير عايز حد سريع بيتميز بالسرعه وخفيف زي كريم، مهارته كويسه وبيفكر في كده. الناس كلها فكرت ان بس الغريبه ان احنا كلنا فكرنا ان ممكن اللي ينزل حسين الشحات، يعني ما تطرقش لبالنا ابدا ان كريم فؤاد هو اللي ينزل في الحته دي. هو ليه ما تطرقش في بالك ان محمد مجدي هو اللي ينزل؟ لا انا جالي في بالي ان محمد مجدي هينزل. لا انا بتكلم على الجزء ده، ليه التغييره حصلت ان ما فيش حد فكر ان محمد مجدي اول تغيير؟ انت فاهمني؟ يعني عبد القادر لما كان بيخرج كان دايما بينزل محمد مجدي، او كان محمد مجدي اللي هو اللي نزل ولعبت سافيو على طرف الاطراف وخليت ما هو التغيير الاولانيه كريم فؤاد بس. ما حدش ما انا ما فيش حد خالص يعني فيش حد ولا احنا عشان بس ما عرفتيش ولا احنا ولا غيرنا ولا حد كان بيتفرج حتى في الاستاد نفسه عارف ان التغييره دي هيبقى كريم فؤاد ولا جه في دماغك كريم فؤاد المباراتين اللي فاتوا اوت بعيد عن تفكير كولر. لكن لما باجي اشيل حد عنده مميزات سرعه زي عبد القادر، هو فكر في ان حد عنده المميزات دي. المباراه 0-0 احتمالات، او انا عايز اكسب. عارف لو كان 1-0 ليك كان التغييره دي وانت عامل كده محمد مجدي، انت مش محتاج حد، انت محتاج بقى حد يبدا يلعب وكده. انت اطمنت على ثلاث نقاط، انت فاهمني؟ انت لسه محتاج تكسب. فانا عايز حد بمواصفات اللي بتعمل معاه الفرق في الثلث الاخير. فمين؟ كريم فؤاد. مفيش حد كان بيفكر في كده، كان ممكن طب ما حسيتش حد بيلعب على الطرف، لكن ما عندوش السرعه
اللي فيها كريم او خفيف عن كريم، يعني حسين طبعا بيلعب في المكان ده كويس قوي، لكن هو عايز حد بمواصفات احمد عبد القادر، نفس الخفيه كده ونفس السرعه، عشان كده هو فكر في ده. لكن اللي انا متاكد منه 100% انت لو غالب 1-0 كريم ما كانش هيلعب النهارده، استحاله كان هيلعب النهارده. هات اول تغيير تروح لازم محمد مجدي كان عبد القادر كويس، و لو بتفكر تريح محمد شريف وتدي لشادي، هو ده اللي كان هيحصل. لكن يحسب لكولر على الشاشه ده ان هو الراجل بيفكر على طول، ودي احلى حاجه المدير الفني، ان دايما خلال المباراه في خلال اي وقت انت بتفكر انت عايز الوقت، بتفرق لما يكون 0-0 غير 1-0 غير 2-0 غير الادرا مغلوب، تغييرك يعني نتيجه المباراه ايما ليها دخل كبير قوي في تغييرك انت كمدير فني. انت قبل المباراه بتبقى عامل سيناريو، لو المباراه كده طب انا النهارده عايز ادي العادل لاخر ربع ساعه مش عارفه بلير كده، انت بتوزع الادوار، لكن نتيجه المباراه وسيرها بتغير قناعاتك. ايوه النهارده 0-0 لا انا عايز حد بمواصفات كريم يلعب كريم، ربنا وفق وتغييره اسمرت عن هدف. هدف هو اكيد مبسوط من التغيير، كسب ثقه كريم جدا جدا جدا، لان هو ما كانش في الصوره وفجاه لنفسه في الملعب. بص هو الراجل بيفكر احلى، انا بحب المدير الفني اللي صح. اللي دماغه شغاله على طول المباراه، مش بيتفرج زيه زينا كده، لا مزبوط. هو ساكت وبيتفرج، لكن التغييرات كلها اسمرت. عايز اقول لك لحظه شادي وهو بيجيب الجول كولر فرحان اكتر من شادي صح. واكتر من كريم، التغييرين اللي عملهم والوجهه نظره اتحققت في اللعبه بتاعت كريم فؤاد. فطبعا دي حاجه كويسه، انت بتكسب 3 نقاط، وجهه نظرك طلعت صح، كسبت 2 لعيبه مش واحد بس النهارده. شادي يكون يجيب جول للنادي الاهلي النهارده بالنسبه له وهو لسه جاي النادي الاهلي بالنسبه له حاجه كويسه جدا، ودي ثقه عاليه جدا جدا كان بيتكلم عليها بلال وكابتن شريف. وكريم لا ده الراجل انا في دماغه اصل لعيب الكوره لو وصل ليه الشك ان انا مش في دماغي المدير الفني هو بره خالص، لكن هو النهارده قال لك لا، مع ان كريم لو كان واحد غيره هو ما كانش ماتشين تونس ولا في الدماغ صح. كان ممكن يقعد النهارده احتياطي، لا ما انا مش موجود، بس هو نزل ازاي ماشي انت فاهمني ولا في دماغي ان هلعب، لكن انا موجود ايوه عشان هو عايز بص عايز يثبت هو الراجل ده عمل تغييره صح، واللعيب اللي فكر فيه هايل واستعداد كريم للمباراه النهارده يحسب له، هو يحسب لكريم نفسه دايما استعدادك انت للعيب بيحسب لك انت صحيح. فالنهارده طبعا كل حاجه في تغيير امتياز النهارده كسب كل حاجه، وطبعا كولر هايل النهارده صح. طيب كابتن عادل، كابتن علاء اتكلم عن تغيير كريم فؤاد، تغيير عبد القادر بكريم فؤاد، واتكلم عن تغيير شريف بشادي، تغيير حمدي فتحي بمحمد مجدي قفشه، يعني زي ما احنا اتفقنا ان احنا في تغييرين مرتبطين ببعض، شادي مع شريف مع قفشه مع حمدي، لانه هو حب يغير بطريقه لعب، بمعنى انه لما شالهم الاثنين في الدقيقه 70 غيرهم مع بعض وبعدين رجع لقفشه للسوليه وصابيو زي ما اتفقنا، رجع للدفاع تاني بالظبط. الراجل متغير على حسب زي ما الكابتن علاء قال صاحب الملعب، ممكن يكون معاه جهاز كمان معاون كويس بيتكلم معاه صحيين صحيانه في البدايه، فكره انه ينزل كريم، مش كل مدرب ينزل لعيب يجيب جون يبقى هو فكره عالي، ده بتبقى نوع من التوفيق، وحاجه تانية نوع كمان من اراده اللاعب، نوع من اراده اللاعب نفسه ان هو ينزل يصنع الفارق علشان ما يقعدش تاني، وده الصراع الجيد اللي بيبقى في الفرقه، انك ممكن تكون بعيد تيجي تجيب جون واتنين وتبقى اساسي في الفرقه صحيح. طول الوقت اللي انا عايز اقوله انه التغييرين يا كابتن ايمن مرتبطين ببعض ولكن المهم في الامر انه عملوا الهدف اللي هو عايزه صحيح. بغض النظر عن النتيجه برضه هو بياخد اسباب صح وبيشتغل بتوازن ومش شاطح قوي، يعني بلغه المدربين مش شاطح، مش مدرب شاطح قوي ولا نمطي قوي، هو عنده مرونه ما بين الجيد في الافضل، ولكن احنا هنشتغل وهنتفرج عليه الايام اللي جايه ونشوفه وندرسه اكتر، وان شاء الله يكونوا فكره اعلى صحيح. بس هو الاهم اكسب الاستمراريه، اكسب مزبوط. وبعدين نتحاسب مزبوط. في الاداء صحيح. كابتن بلال، مباراه مع نادي اسوان يوم الاحد قبل
مباراه السوبر. طبعا احنا شفنا كلنا نادي اسوان امبارح، نادي اسوان امبارح يعني في بدايه مبارياته في الدوري النهايه اللي كانت غالبه عليه ان هو مش عايز يخسر، يعني السعي بتاع نادي الاتحاد انه يكسب كان اعلى شويه من نادي اسوان. نادي اسوان طبعا مليون المية هيبقى جاي بفكر معين، وكابتن ربيع ياسين عارف كل صغيرة وكبيرة عن النادي الاهلي. اعتقد هيبقى مباراة من المباريات الصعبة برضه، خصوصا الاسلوب الدفاعي اللي هيلعب بيه اسوان. النادي الاهلي لا يخفى على احد، يعني اي حد اي مدير فني في مصر هتقول له ان الاهلي بيلعب ازاي، هيقول له بقى هيقول لك بيلعب ب 3-4-2-3-1 وبيعتمد على اطراف الملعب، بيعتمد على التحركات بتاعه اللعيبه. يعني مدروس الاهلي، مدروس الاهلي فرقة كبيرة، الفرق الكبيرة دايما بتبقى تحت انظار كل الفرق يا كابتن ايمن. اي مباراه يلعبها الاهلي السنه دي مباراه صعبه، مش مباراه سهله. نادي الاهلي بطل، وضع طبيعي جدا بتلعب قدام النادي الاهلي، مدير فني عايز يثبت ذاته وامكانياته، كل لعيب في الملعب بيبقى عنده روح قتاليه عاليه جدا قبل الاداء الفني. اسوان عمل توليفه جيده السنه دي، مش وحشه يعني، يعني كلهم لعيبه اكس دوري عام قبل كده، يعني مش مطلوبين في الانديه الكبيره، لكن عندهم خبره في الدوري العادي. ممكن مدير فني زي كابتن ربيع ياسين، يعني حد كويس يشتغل معهم صح، يدخلهم الاجواء، خاصه ان انت يعني اللي كان معهود على الدوري العام المصري انه برضه دوري مش قوي، يعني مش اعنف حاجه المستويات بالظبط، يعني اللياقه البدنيه مش افضل حاجه، التخبيط مش افضل حاجه، يعني دوري حلو تقدر تلعب فيه يعني مستريح. اسوان مغلوب الماتش اللي فات، كان بيلعب بتحفظ زي ما انت زي ما شفنا مع الاتحاد، تمام، اتغلب بنتيجه 1-0، هي مش النتيجه الكبيره يعني، ما تاثرش على معنويات فرقه اسوان قوي، يعني ما تخليهمش يبقوا ايه متضايقين قوي، متضايق عشان اتغلبت، لكن برضو 1-0 نتيجه مش كبيره، فاهم قصدي؟ كان ممكن يتعادل في بعض الاوقات، كان ممكن يتعادل في بعض الاوقات. هيلعب النادي الاهلي، شاف النادي الاهلي النهارده، شافوا الماتشين اللي فاتوا، عارف ان النادي الاهلي فرقه هجوميه بتعتمد على الاداء الهجومي بشكل كويس، اعتقد ان هو عايز يخرج من الجيم رقم واحد انه يتعادل، رقم واحد تمام، مش عايز اقول انه يتغلب عشان ما تبقاش قاسيه شويه على الانديه، فاهم قصدي؟ بالظبط، مش عايز يخسر، يعني عايز يدخل الجيم مش عايز يخسر، تمام. الاهلي بمعنويات عاليه، بمعنويات عاليه كبيره جدا، النادي الاهلي داخل بيها الماتش اللي جاي. خد بالك انت عندك بعد الماتش ده عندك سوبر المصري، مباراه يعني هتبقى مباراه بالنسبه لك. النهارده المدير الفني اعتقد انه بيفكر فيها من دلوقتي، مش من بعد مباراه اسوان، من دلوقتي بيفكر هيلعب الزمالك ازاي، لان النهارده الزمالك لو كسب خد بالك هيبقى صراع قائم لنهايه الموسم، لنهايه الموسم مش بس لدلوقتي. فاللي هيكسب في السوبر ده هيأثر عليه سلبا او ايجابا، ده وضع طبيعي. المباراه اللي جايه مش مباراه سهله، ولكنها انت ممكن تسهلها لو اديت بنفس الاداء اللي اديته النهارده، لو ضغطت على فرقه اسوان بشكل كويس، لو عملت ستريتش عرضي للملعب بشكل كويس، اللعيبه بتاعتك ابتدت تلعب باس ريباس بشكل سريع جدا عشان يخلقوا مساحات ليهم ان هم يقدروا يسجلوا هدف، واستغلال الفرص المتاحه ده يخليك تكسب اي فرقه في مصر مش بس اسوان. صحيح. قبل ما نطلع نستقبل بقى خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، هي مجرد نصيحة من أخ أكبر لأخ أصغر، طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر، لازم تحكم عقلك في بعض المواقف، منها موقف زي ماتش النهاردة. اللعبة اللي انت خدت فيها كارت أحمر ما كانتش تستدعي أصلا انك انت حتى تشترك مع الراجل. أولا المنطقة اللي انت عملت فيها الفاول منطقه بعيده جدا 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 عن مرمى النادي الاهلي، حتى لو كان داخل عليك، ما انا بقول حتى لو دي ما كانتش موجوده في الكوره، حتى لو كان هو داخل عليك بعنف شويه او كان في اشتراك قاسي شويه، ده ما كانتش موجود على فكره في الكوره، برضه رد الفعل ما يكونش كده. اولا كسبانين 1-0، الماتش فيه خلاص في المراحل الاخيره قوي قوي قوي، انت عامل ماتش كويس، عامل مجهود كويس جدا، ما كانش فيه داعي للعبه دي، ما كانش فيه داعي ان فرقتك تخسرك وانت لعيب اساسي ولعيب كويس، مجهودك هايل ولعيب مخلص في الملعب وايجابي في الملعب، ما كانش المفروض انك تقدم على التصرف ده. هو خساره، ولكن في نفس الوقت هو درس قاسي لازم تتعلم منه. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن بلال. نور يا كابتن. نور ليك. مبروك النادي الاهلي على الفوز، ثلاث نقاط مهمين جدا، وهارد لك لنادي الاسماعيلي. كابتن ايمن، النهارده كان اختبار صعب للتحكيم بشكل عام. النهارده البدايه الحقيقيه او الاختبار الحقيقي هو كان مباراه النادي الاهلي النهارده والاسماعيلي. انت معاك يا كابتن شريف؟ اه. النهارده الحكم النهارده داخل محمل بالضغوط. انا عاوز ادي مردود كويس يا كابتن ميلال، لان هي الانطلاقه الاولى للحكم ده هيبقى ترتب عليها ان الحكام كلها بتيجي تخش تاخد ثقه بعديها. فكان محمد النهارده عادل عنده مباراه صعبه، لا صعبه النهارده، مباراه صعبه فيها اختبارات كتيره جدا جدا جدا. اعتقد النجاح الوحيد النهارده كابتن علاء اللي هو ما كانش داخل بالضغوط اللي هي بتاعت الموسم اللي فات. انت معايا؟ داخل شويه ان الضغوط دي ذهبت عنه، فبيحكم النهارده وهو نفسيا مرتاح. في اخطاء عدت فيه، ولكن بشكل عام النهارده تحكيم موفق يا كابتن ايمن، اللي طاقم التحكيم بالكامل. شفنا كمان ميزه الفار اللي النهارده ما كانش ليه اي وجود. نتيجه ايه؟ ان النهارده احنا بنركز على الحكم. للاسف الشديد الموسم اللي فات كنا كل محاضراتنا للفار للفار، النهارده الحكم هو الاساس. لما اشتغل مع الحكم بشكل كويس، ادي له شغل نظري وشغل عملي كويس، اخليه يبذل جهد، هيقلل من اخطاء حكم الفار. دي تعليمات جلادنبرج يعني الموسم الجديد، يعني يخلي الكره اللي تجري، ادي تحت الفرصه الحريه، ما تعتمدش دايما على الفار. كابتن شريف كلامك مهم جدا والناس كلها لمست الكلام ده. الموسم اللي فات كان فيه كل مخالفه بتتحسب، كل لمسه فاول فاول فاول. الكلام ده بيقتل متعه المباراه كابتن علاء، كابتن شريف بيقتلها. الراجل لما جه قال لك لا انا مش كل مخالفه او تلامس تحسب فاول، دايما تشير بسنه اللعب طالما ما فيش مخالفه والاحتكاك احتكاك عادي. النهارده محمد عادل بيطبق هذا الاسلوب. هو مش النهارده بس يا كابتن ناصر، عشان بس الناس كلها تاخد حقها، ومن بدايه الدوري يعني كل الحكام انا اتفرجت على تقريبا معظم الماتشات، حسيت ان في لا دي تعليمات تمام، بس اللعب يمشي، اللعب يمشي زي ما حضرتك بتتكلم، حضرتك بتتكلم دلوقتي. انا شايف ان هو اول مراحل الاهلي وفاركو واضح كمان، هو قالها الحكام ايه؟ انتوا اللي بتعطلوا الوقت، انتوا كحكام المفروض بتحافظوا على المباراه ووقت المباراه، انتوا اللي بتعطلوا وقت المباراه. خلوا اللعبه تماشى، خلي فيه متعه يا كابتن، فيه متعه للجمهور، متعه للناس تشوف، وانت كمان كحكم تستمتع بادائك. النهارده بنشوف النهارده اللعب تواصل، في التحامات وفي حاجات جميله، ولكن الميزه النهارده كابتن شريف، الميزه ان محمد يعني المعايير كانت قريبه، يعني ما كانش فيه جاب ما بين هنا وهنا، يعني الاخطاء اللي هنا هي هي الاخطاء اللي هنا. معانا الحالات وهنشوف سريعا يا كابتن ايمن حالات مهمه جدا جدا. الاول بس هنشوف بس طاقم التحكيم، استاذنك محمد عادل، وكان معاه سمير جمال مساعد رقم واحد، ووائل شعبان مساعد رقم اثنين، احمد جمال رابع، طارق مجدي على الفار، ومصطفى عطيه على الفار. هنا لعبه ايضا، يعني انا باخد هنا اللعبه دي صب، هنا في مخالفه كابتن، هنا في مخالفه تمام، الكره هنا وحصلت مخالفه خارج ميدان اللعب. هنا انا عندي الحكم موجود، حكم الرابع، المفروض النهارده ساعد الحكم في هذه الحاله، حاله من الحالات يمكن هي ما عملتش مشكله، ولكن هنا في مخالفه ان الكره ما زالت حتى موجوده في ميدان الاولاني. الحاله بعد كده نشوف الحاله اللي جايه هنا. اليو ديانج طبعا يمكن النهارده قدم مباراه جامده جدا جدا بامانه، يعني بامانه اداء احنا تقريبا اخترناه ان هو كان نجم مباراه اليوم. اليو ديانج يا كابتن شريف النهارده بصراحه، يعني يمكن ماليش ان انا اتكلم في الاداء الفني، ولكن النهارده كان ليه مردود كويس. النهارده هو ما شافش غير ان هو لازم يعمل كده، صح، تعطيل، وهو ده الانذار يا كابتن ايمن اللي اتكلم عليه، خد الانذار في مكانه. راجل رايح ورايح هيعمل هجمه، انا لازم اعطل، وهنا خد انذار، بس احنا خفنا عليه لان كان الانذار مبكر جدا بالظبط، بعد 3 دقايق دقيقه 2 يا كابتن، دقيقه 2 هو ما كانش لازم يعمل كده. ايوه مظبوط. انا بقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ لان دي ثقافه لاعب. نعم، لا موسيماني كان غيره من الشوطين، كان غيره بعد 10 دقايق بالظبط. انا هنا ممكن لاعب المخالفه دي ارتكبها في الثلث الدفاعي مالهاش لازمه، انما هو هنا ارتكب في الثلث الهجومي، يعني كان في تعطيل، وبالتالي هنا بنقول ايه؟ الانذار، حتى انذار مستحق نتيجه تعطيل اللاعب. اللي بعد كده محمد عادل مازال متواجد، هي ما رحناش بعيد، هي نفس المعيار. هنا اللاعب النادي الاهلي النهارده رايح تمام، ورايح وفي هجوم بترتكب مخالفه في الدفع من الخلف وتعطيل، هنا التعطيل هو موجود، نشوف الايد من حمدي النقاز، وبالتالي هنا نفس البطاقه، هنا هي البطاقه اللي كانت في
النقاس. معيار واحد، وبقى طبعا بشيد بن محمد فيه الانذارين، انذارين صحاح وفي مكانه. الحل بعد كده هنا بنشوف هنا تسلل. يمكن كتير من الناس قالت لك ايه ده، هو في ايه بالظبط والحكم حسب ايه؟ شوف هو مشى الهجمه والهجمه راحت وكل الكلام الجميل دوت، وبعد كده رجعنا كان هناك تسلل لحظه اللعب. وهنشوف اللعب الاسماعيلي كان يا دوبك في ملعب النادي الاهلي. هنا هنمشي شويه بس هنا بس. بص يا كابتن مدبولي، مدبولي هنا بص، وده ما فيش اي حد من لاعبي النادي الاهلي هنا، وانا بحيي هنا وائل شعبان تمركز وتركيز وربط لحظه التمرير مع لحظه اللعب التسلل، خلى اللعب يتواصل يا كابتن الاهلي. صحيح كابتن علاء، لان اللاعب ده كان ممكن يروح يجيب جون، ممكن انا كحكم مساعد ممكن استعجل في الرايه اقتل هدف، سابه راح ورجع راح رافع عليه التسلل. دي كانت عند وائل شعبان. الحاله بعد كده شوف الحاله اللي جايه، وهنا بنتكلم على لعبه طاهر. هنا محمد عادل لم يشاهد المخالفه ابدا، تمام، لم يشاهد المخالفه ابدا. ننزل 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 ننزل. بص يا كابتن، هو ده الفرق ما بين اللعب العنيف والتهور. هنا في لعب والحكم الرابع واقف جنبه كمان، تمام، والفار موجود، بس هو رجله نزلت على الارض يا كابتن بعد اذنك. هنا هتكلم يا كابتن. اتفضل. انت عاوز تقول ان هي القوه قلت. ايوه بالظبط. بص يا كابتن، هنا ميزه الفهم القانون، لو انا رجلي رايح مره واحده كابتن بالقوه دي قطعه حمراء مفيش فيها هزار، وكان الفار لابد ان هو يتدخل. هنا محمد ما شافش التفاصيل وبالتالي سمح بسمر اللعب، ولكن بقول لمحمد هنا المخالفه تستوجب انذار لاقصى درجات التهور. بينها وبين الاحمر يا كابتن ايه؟ شعره واحده بس، اللي هي ايه؟ اللي خفف من نقطه الاحمر ان انا حطيت كعب على الارض كابتن عادل ودست على في نفس الوقت على الجزء اللي هو قدم اللاعب، فالقوه قل شويه وبالتالي هنا كانت تستحق البطاقه الصفراء. وهنا طبعا محمد يمكن ما شافش، ولكن كان لابد من الحكم سمير او الفار كان يعني حتى يعمل كنترول على الانذار ده. الحاله بعد كده نفس الشيء بنشوف هنا محمد عادل، وهنا المخالفه، هنا حسبت المخالفه يا محمد تمام مفيش مشكله. وهنا اللي نجح في لعب الكره كابتن علاء، البعض قال ان اللاعب الاسماعيلي نجح، لا، اللي نجح في لعب الكره هو مثل اول حمدي فتحي. حمدي فتحي نجح اهو، وصل تمام. ونمشي بقى، نمشي خلاص الكره عدت، وهنا الدخول هنا بتهور. مظبوط، محمد حسب المخالفه، كان لابد انك انت تشهر البطاقه الصفراء. مظبوط، طبقا للمعايير، يعني في حاجات عدت منك، ولكن احنا بنقول الحاجات اللي هي ايه، يجب انك انت تطور ادائك في الالعاب اللي جايه. هنا بطاقه مستحقه لم تشهر نتيجه اللعب او الدخول بتهور من لاعب نادي الاسماعيلي. الى بعد كده نشوف الحاله اللي جايه صايد بقى، وهنا نفس الشيء، هنا وائل شعبان بشيد بيه امتياز وائل. هنا نشوف هنا لحظه التمرير، نشوف جزء بالقدم وتسلل موجود وتمركز. طبعا يمكن هنا الكاميرا مش جايه مظبوطه، ولكن هنا القرار كان ايه؟ قرار سليم، سمح باستمرار اللعب، وبعد انتهاء الهجمه رجع شوار على تسلل. وائل النهارده كان ماشي 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 كويس، ويمكن طاقم التحكيم كله كان ماشي بشكل كويس. اللي بعد كده هنا بنشوف الحاله اللي جايه ديت، ونشوف تقريبا الحاله اللي جايه. طبعا هو حاجه تعرف، حاجه لا شعوريه كده، انت ممكن اللاعب يعمل حاجه كده لا شعوريه يا كابتن علاء، ها يعني حاجه كده لا اراديه يعني. هنا خلاص طاهر انت الراجل عدى والكره عدت كمان، تمام، خلاص ما كان يجب عليك انك انت ترتكب. بيقول هنا ده الفرق ما بين اللعب وسلوك كابتن علاء. وهنا طبعا لم يتردد الحكم محمد عادل، حتى يمكن طاهر امتثل للقرار تمام. ونشوف هنا بنقول هنا سلوك، وهنا الركل موجود، والبطاقه الحمراء بطاقه حمراء مستحقه. هنا الحالات دي كلها حالات بنتكلم فيها عشان خاطر يمكن احنا كمان بنقول يا كابتن، بنقول ان احنا نستفيد من الاخطاء. البطاقه الحمراء ما كانش يجب ان هي تتاخد، خاصه ان هي دي كانت في الثلث الدفاعي. نشوف لو في حاجه ثانيه ولا دي اخر حاله. ماشي، حاله ثانيه هنا. هنا وائل، هل يا وائل هنا انت سمحت باستمرار اللعب؟ وهنا اللعبه هنا هل في تسلل ولا لا؟ نشوف كده في الزاويه اللي جايه، هم هنا بيعترضوا على ان كان هناك اكثر من لاعب في تسلل. نشوف، وهنا طبعا الكلام ده مش مسموح يا محمد، وما تسمحش ان حد ابدا يضغط عليك كده ويعمل كده. هجيب بس لحظه التمرير بعد اذنك ونشوف الموقف من الاول. بس لا ارجع تاني، بس لا ارجع تاني، بس لحظه التمرير. هنا كابتن بنشوف هنا اخر لاعب الاسماعيلي هنا كان فين يا كابتن علاء؟ اللي هو هنا، صح؟ مظبوط، صح. طيب هذا اللاعب اللي هناك في موقف تسلل ولا لا؟
انا بتكلم ادي واحد وهنا واحد اهو اتنين وادي هنا ثلاثه. نشوف بقى اللعبه اتلعبت اهيت، نشوف مين اللي تدخل في اللعب ومين اللي استفاد من كونه في موقف تسلل. نمشي اللعبه ونشوف. يلا هنا في اتنين كان في موقف تسلل، هنا تدخلوا مع اللاعب المنافس تمام، ثم ذهبت للاعب اللي هو كان اصلا في موقف تسلل. صح. الكره ما اتغيرتش، هي راحت دايركت، يعني مفيش حد لمسها وهي رايحه. كابتن علاء من المدافعين بتوع الاسماعيلي، وبالتالي هنا كان يجب عليك اشغال رفع الرايه بالتسلل. يمكن دي اللعبه اللي كانت عند وائل شعبان، ولكن بشكل عام كابتن ايمن يمكن دي كانت اخر حاله معانا، دي كانت اخر حاله معانا. بشكل عام بنقول دايما دايما احنا هنا في فرد الاهلي، كابتن بلال، كابتن علاء، كابتن عادل، يا كابتن شريف، بنقول اللي لينا واللي علينا. احنا نتمنى العداله على الكل، والنادي الاهلي دايما ما بيطلبش غير العداله. احنا النهارده بطاقه حمراء، قلنا بطاقه حمراء مستحقه، ما عندناش مشكله. نتمنى ان التحكيم يمشي بهذا الميزان والعداله لكل الفرق مش بس للنادي الاهلي. صحيح. مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه، ومبروك لطاقم التحكيم على الاداء المتميز النهارده كابتن. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا. اشكرك كابتن. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لاولى مباراه النادي الاهلي في الدوري العام ضد النادي الاسماعيلي، والتي فاز فيها النادي الاهلي 1-0 عن جداره واستحقاق بعد اداء قوي جدا 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 من النادي الاهلي، يستحق عليه فعلا الفوز ويستحق كمان الثناء. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله، وبارك للاعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني والمنظومه كلها، وبارك لجماهير النادي الاهلي اللي ما زلنا على العهد ان احنا الفتره دي كلها ورا فرقتنا وما بنتاثرش باي حاجه من السوشيال ميديا ولا الصفحات اللي هي دخيله على النادي الاهلي. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن، امتعتنا. بشكرك كابتن ايمن، مبروك وعبال كل مباراه ان شاء الله باذن يا رب ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب، شكرا يا كابتن. لا مبروك ايمن واحسن لاعب في مباراه ديانج. احنا قلنا بس انت قلنا لا لازم نختم بيها. طيب ماشي اوكي. كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا يا يعني كابتن. مبروك كابتن وفوز الفوز، واحنا ان شاء الله الدوري ده من بدايته كده عايزين كله يبقى فوز باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن احمد بلال هداف، شكرا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي. مين احسن يا رب؟ ايه؟ ما خلاص انا قلت انا اول واحد قايل يا كابتن. ده انا اعترضت على اكرم توفيق وقلت ديانج. احنا متعودين ولا في الاستوديو في الاخر وعادل ما قالش برضه. لا قال ديانج في وسط الكلام. لا دلوقتي انا بتكلم في الاخر. ديانج احسن لعيب. ديانج احسن لعيب. وبرضه كابتن لا 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 انا قلت من اول ما الشوط الاولاني من قبل الماتش. ديانج ده في حته. ديانج في حته وانتوا في حته. انت قلت من ليله المباراه. من قبل الماتش. كملوا كملوا الراجل ده انسان. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.